اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الأفاضل، نواصل هذا البرنامج واللحظة نستقبل مكالمتكم، ونحن كلنا أمل لكي نستمع إلى هذه المشاكل لكي نستفيد منها، نأخذ من العبرة، نأخذ من الدروس، وتكون إن شاء الله تعالى فيها توجيهات وإرشادات، على أمل أننا نتجاوز أي مشكلة ونلقوا حل لكل مشكلة. معنا مكالمات كثيرة اللحظة من مختلف المدن المغربية الحبيبة. غنبداو من منطقة والماس، معنا أخينا سي عباس. عطيف، ألو، السلام عليكم سي عطيف. ألو، السلام عليكم عمي الحاج، هاني، لاباس عليك؟ حياك الله مولاي. كل شيء بخير على سلامتك، باش اللي راه عند الله مخطط لك. يا مرحبا. كان يا كل شيء بخير، الحمد ربي ونشكروه. والله يرحم الوالدين، راه كان راك عزيز وغالي. أعزك الله مولاي. بغيت نعاود لك في واحد مشكلة كانت طرات لي بين الزوجة. إيه. زوجها كانت واحد المرة مشات كانت العلاقة بيني وبينها مزيان. نعم. واحد المرة وهي تمشي غضبات، كانت كتعيط لها واحد اختها وكتقول لها اجي بعدي على راجلك، وكتعاود لها شي مسائل اللي ما كاينينش. نعم. وبغيتك تساعدني الله يرحم الوالدين. سي عاطف، هاد الزوجة باقا مازال غضبانة ولا رجعت للدار؟ لا، كنت جوجتها، ولكن مشيت عندها وجوج المرات، كانت مشات من والماس حتى لكادير ورجعتها، وكما ما كاينة حتى شي حاجة بيني وبينها. نعم. ولكن الحمد لله غير هذيك أخت ديالها هي اللي كتدخل بيني وبينها، والمرأة مازال صغيرة، راه عندها 18 عام. مازال صغيرة، كتسمع ربما العائلة باقا مازال مرتبطة بالعائلة ديالها. إيه. ودابا الحمد لله الوضعية تحسنت ولا مازال؟ الحمد لله مزيان بخير الحمد لله. كنت منا ادعي معنا يا رب. واحد الدعاء يا رب. السي عاطف الله يكمل لكم الرجاء، الله يحفظكم، رعاكم أخويا عاطف. وكما سبق الذكر بأن المرأة ملي كتكون مازال بقى صغيرة كتكون مرتبطة بالعائلة ديالها ارتباط قوي، وملي كتمشي للزوج عند الزوج، وخصوصا ملي كيكون كيسكن في منطقة بعيدة عن العائلة، هنا كتشعر بعض الفتيات كيشعروا بأنهم انقطعوا عن جذورهم، وكيشعروا بالغربة حقيقة، كيشعروا بواحد الغربة اللي هي قوية، خصوصا ملي الزوج كيمشي يخدم وكيبقى النهار كامل هو غايب، وهي كتبقى بين أربعة جدران، سواء بقت بوحدها وفر لها سكن مستقل كتشعر بالخوف وبالوحدة وبالوحشة، وسواء سكن مع والديه كتشعر بالزحام وكتشعر بالقلق. يعني في جميع الحالات كاين المشكل. باش نحيدوا هذا المشكل كيجي كان الوالدين ديال الزوجة لابد يكونوا كيوصيوها وكيقول لها بنتي دابا الان مشيتي عند العائلة هذه، خاص دائما الام ديال الزوجة والاخوات ديال الكبارات قبل ما يصيفطوها لدار زوجها خاصهم لابد يوصيو ولابد ينصحوا. واعظم نصيحة هي الصبر، نصائح كثيرة ومتعددة، لكن هي الصبر هي اعظم نصيحة، لأن ملي كيدخل الإنسان القفص الذهبي وكتكثر المشاكل، ربما كل مشكلة لها حل معين، ولكن الصبر باسباغتو ممكن يحل به جميع المشاكل. فأخويا عاطف، هاد البنت حاول ما أمكن أنك تخليها تكسب الثقة ديالك والعاطفة ديالك، غتسمع مرة أختها أو خوها أو واحد من المقربين كيبغي يدخل باش يحافظ على الحقوق ديالها، باش يقول لها الكرامة ديالها والعزة ديالها، هاد الزوج غايب عليك ما مهرليش فيك، هاد بحال هاد الكلام يقال في جميع الأوساط. أنت سي عاطف الحمد لله قلبك كبير، خليك عاطفي، خلت تشعر بأنها راه في أمن وأمان، وبأنها بدأت حياة أخرى جديدة اللي غتكون فيها المستقبل كله. هاد البنت والديها وأسرتها هما الماضي وأنت هو المستقبل، وطبعا لا فصل بين الماضي والمستقبل، بل الحاضر سوف يكون لكما جميعا، والمفروض أن العائلتين يكونوا قراب. هنا كتجي الزيارات بين العائلتين. البنت خليها تزور عائلتها وعائلتها يزوروها، غترتاح، غتشعر بأنها لم تقتلع من جذورها وإنما تقدمت خطوات إلى الأمام. كاين بعض الأزواج ربما كيحرم البنت من الزيارة ديال العائلة ديالها، أو أن ما يسمحش للعائلة تجي تزورها أو تبات معها، ربما كيتقلق من الغريب. هذا خطأ فادح،
لو قدرنا اننا نديروا الزيارات الا كان بعيد نعطيو الاماني ان شاء الله العطله المقبله غادي نمشيو نزوروا العائله وقريبا غنديروا ديما نعطيه الامل ما نسلش عليه الباب وهكذا غادي يكون الحياه طيبه. سي عاطف الله يكمل لك الرجاء والله يجعل لك بين الزوج بين زوجتك يعطيكم الله الموده والرحمه والفرحه والسرور والثبات يا ربي يا كريم. الله يكمل لكم الرجاء ومعنا مكالمات كثيره نخليو الدعاء ان شاء الله في ختام الحلقه وكاع اهل الله اللي معنا في جميع المدن يرفعوا من يديهم ويدعيوا في ختام الحلقه. غيكون ديك الساعه جوف الليل والظلام الدامس وكيكون ديك الساعه السكون والدعاء اقرب الى الاستجابه. شكرا لك اخي عاطف من والمس. نتحول الى بني ملال مع اختنا امل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كبيرة اخويا الحاج انا فرحان عرفتي ما قدتني فرحان اني درت معك وحق الله. الله يرفع المقام ديالك. الله يعطيك. انا كنصوني حتى ما بقاش عندي امل باش. الله لا امل. انت اسمك امل واللي اسمه كل له نصيب من اسمه. انت ينبغي ان لا تفقدي الامل في اي شيء وحنا لنا السعاده بان نسمع صوتك ونعتذر لك على هذا. الله يحفظك يما حفظ المصحف الكريم. انا كنشكرك بزاف على هذا البرنامج عمي كريبا وحق الله. اكرمك الله وحفظك الله لالا امل. بغيتك تدعي معايا دابا. انا ما كملت قرايتي ما درت سونتر ما فهمتي. اييه مشيت عند عائلتي في كازا وقريت ولكن فهمتي قولوني نكمل قرايتي ووقفوا معايا في الاخر ما ضربت تماره على والو فهمتي. ما شاء الله ما وصلت حتى شي حاجه وعندي العكس و لا ما شحال العمر ديالك؟ عندي 19 عام. عندك ثروه عظيمه. الشباب والصغر كل امل وعندك ثروه عظيمه. هاد القوه ديال الشباب ما نبغيش على الامل تشعري بخطاب الياس تقولي ما قريتش ما درتش السونتر مازال باقي انت ما بديتي. انا عارفه فيها خير ما عرفتش خير فين كاين ولكن انت باقي ما بديتي اصلا انت باقا مازال صغيره. ماشي ما نربطوش المصير ديالنا بالدراسة وبالسونتر وبكذا. لا مزيان نتبعوا الدراسة ونديروا واحد فورماسيون اللي ناخذوا بها شهادة علمية لكن ليس هو الكل في الكل. راه كاين ناس عندهم شواهد علمية راقية ومن أتعس خلق الله تعالى ومن أفقر خلق الله تعالى وكاين ناس ما عندهم لا شواهد علمية وما عندهم ومن أغنى خلق الله ومن أسعد خلق الله. ما نربطوش بين هذه وبين هذه. أمل أنت تبقى بقى شابة صغيرة وإن شاء الله تعالى الأمل كله بيدك بشرط انك يكون عندك واحد الاحساس ايجابي في الحياه. دائما ما تشعرش بانك ضيعتي الفرص وبان الابواب اغلقت وبان الدنيا سالت. بالعكس باقا ما بدات عندك انت مازال باقا مد يدك للحنه وباقا مازال سنه اولى حياه ورابيع العمر كله امامك وتوكل على الله تعالى في السجود غتطلبي الله عز وجل انه يدبر لك الامور ويختار لك الامور. كنت مرات حيت بقى في الحال بزاف ما قريتش داك الشيء ودابا واخا جالسه في الدار داك الشيء كنقرا وعمرت راسي بالقرايه المكتوبه داك الشيء فهمتي. ممتاز المطالعه مزيان فيها نور. اييه مطالعه فيها نور وممكن مازال انا ما قريتش داك الشيء كنبقى نفكر بزاف وكنمرض خاصني ديما انا خاصني تنشغل بالي ديما داكشي وليت كنقرا بزاف. لا امل خصنا جوج الاشياء نقوموا بها. نشغلوا البال ديالنا بالفكر والمطالعه ولكن ماشي كافيه. الامر الثاني هو انني نذكر الله تعالى. ذكر الله كتحس بان الله معك ولا كان معك الله تعالى راه معك الوجود كله. راه عندك الغنى وعندك العلم وعندك القوه وعندك التمكين. ذكر المطالعه ثم ذكر الله ثم ما نبقاش في البيت ديالي كمقيدة. نخرج للحياة ننتمي على الأقل شي جمعية أو شي عمل إنساني في خدمات للمجتمع نكون إيجابي وهكذا سوف تفتح أمامي الأبواب. ما نبقاش بين أربعة جدران وأندب حظي التعيس وأبكي عن الذي مضى. في أمل كبير نهضرت معك اليوم عرفتي فرحانة عرفتي. الله يكمل لك الرجاء للأمل. أنا نطلب الله تعالى للأمل يرزقك الله شي ولد الناس شي ولد الناس يكون مرضي ومهدي ويكون قاري ويكون باغي غير واحد السيده عندها ثقافه اللي تكون في المستوى ديالك وتعيش في الدار معززه مكرمه وتربي ليه الوليدات ديالو وتقوم ليه بالاشغال ديالو تعود مديره بيت ديالو تعود عندها فن الاداره ديال البيت الزوجيه وتكون ان شاء الله سعيده معه باذن الله.
ربي سبحانه وتعالى كبير من اللي كيسد باب كيفتح ابواب وابواب وابواب. ولا ينبغي ان نيأس ابدا ابدا، ليس هناك مجال لليأس. اليأس من الشيطان والامل من الرحمن. لا امل، خلي عندك دائما الهمه عاليه بالاضافه الى المطالعه. احذري حتى المطالعه ماشي كلها مزيانه، راه كاين بعض الكتب عندها افكار هدامه كتخلق الشك وكتخلق البلبله. لابد ان نختار ماذا نطالع. نطالع العلوم اللي فيها فوائد علميه، حتى كتاب ديني مثلا راه كاين كتاب ديني يبني وكتاب ديني يهدم. خصني نقرا كتب التي فيها فن القياده، فن الحياه، كتب التي تعلمني مهارات مواجهه الحياه، كيف انفع الاخرين. راه العلم على قارعه الطريق، ولكن هناك العلم النافع وهناك العلم الضار. بعد العلم لالا امل نكون دائما قريب من الله. عندنا خمسة ديال المحطات يومية نلتقي فيها مع مولانا، نسمع الأذان الله أكبر، أقوم وأترك كل شغلي مهما كان مهما، أتوضأ وأصلي لله، وفي سجودي أتزود الطاقة النورانية، أتزود المدد الإلهي، السعادة الأبدية، ثم أتوكل على الحي الذي لا يموت ولن ينساني، هو سبحانه وتعالى الغني. وكل صباح يعيد توزيع الأرزاق بين العباد، مد يدك أيضا إلى السماء، وربي عز وجل غادي يلهمك الصواب. وملي غتخرجي من البيت في عمل إنساني، إما عمل جمعوي أو عمل تربوي أو شي منظمة أو المجلس العلمي أو المركز ديال التكوين النسائي أو غير ذلك، وأنا غادية وجاية، أنا ذاك ربي عز وجل غيصادفني مع النصيب ديالي اللي كنطلب لك الله لالا أمل. هو ربي كرمك بواحد الزوج يكون مرضي ويكون مهدي، ويكون إن شاء الله تعالى لك خير زوج بالمودة وبالرحمة وبالدرية الطيبة، وتربي له ولداته على العلم والمعرفة والتربية، ومازال أمامك الحياة طويلة وعريضة. الله يكمل لك الرجاء ويساعدك أنت وجميع بنات المسلمين. قولوا معنا جميعا آمين آمين يا ربي يا كريم. ونتحولوا من بني ملال إلى القصر الكبير مع أخينا سينور الدين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عمي الحاج كريم، أكيد إلى بسعيك. حياك الله سينور الدين. وأنت كذلك عمي الحاج. يا مرحبا بك أخويا. اسمح لي شوية مرتبك عمي الحاج. لا داعي لارتباك، منطقة القصر الكبير معروفة بالفقهاء وبالعلماء وبالحفظة ديال القرآن الكريم. الله يخليك عمي كريم ويخليك لي. أعزك الله مولاي. عمي الحاج بغيتك تدعي معايا أنا شوية يانو. نعم سي نور الدين، انقطع الخط للأسف الشديد. لا إله إلا الله. خويا نور الدين ما تخاف شيء، إلا كنت عيان ربي سبحانه وتعالى دلنا لكل داء دواء. جميل أن الإنسان إلا كان مريض ولا كان سقيم أنه يقصد الطبيب، يمشي للطبيب ويقلب أش عنده الكشوفات والتحاليل ويخرج له الدواء وغادي يلقى العلاج. لكن بعض الناس عندهم بعض الأمراض قد تكون مكلفة، كيمشي للسبيطار كيلقى مشكل كبير الصحة العمومية، كاين واحد المشكل نتمنى ربي عز وجل يفتح لنا أبواب الخير وأبواب الفرج، أو أنه كيمشي للقطاع الخاص كيلقى الأثمنة باهظة، وهادشي كنعيشوه يوميا. الناس اللي مرض الله يحسن عوانهم، الثمن ديال الدواء مكلف، العمليات الجراحية مكلفة، والمدخول على قد الحال. الله يحسن العوان، يوميا كنعيشوا هذا الأمر هذا وكنشوفوا مقدار المعاناة. وكاين ناس آخرين عندهم أمراض وخا عنده المال، المال ما يكفي في الدواء، ربما عنده أمراض نفسية معقدة، عنده قلق شديد، عنده هم شديد، عنده خوف شديد، عنده هستيريا، كيقلب على الأطباء النفسيين وكيتحدث معهم وتحاور معهم ولا يزداد ربما إلا المزيد من المعاناة. حنا كنقولوا على كل حال ملي كيمرض الإنسان كياخذ الأسباب طبعا، لابد يطرق أبواب ديال الأطباء وديال الخبراء والنفسيين وغيرهم، ولكن لا تنسى أبدا أن تدق باب الطبيب الأعظم، الذي أمرضني هو الذي يشفيني. وهذه ربما عند بعض الصالحين كتلقى مطمئن جدا من اللي كيمرض كيفرح كيقول ربي تفكرني، ربي تفكرني بهذا المرض وبغاني نشد الأرض وندعيه. هذا هو الأسمى هدف، ربي تفكرني ومرضني، أنا غنجلس نشد الأرض وغنبقى نذكر الله تعالى يا ربي يا شافي يا كافي يا عافي، وبقى ندعو الله تعالى. أنا ذاك يا سلام أش كيوقع للإنسان، غيجي الشفاء بإذن الله. ولكن بالإضافة إلى الشفاء كتجي النفس والروح دياله تشرق ويتنقى من الصدأ
وكتصبح سبيكة من ذهب. ديك النفس كتعود سبيكة من ذهب، كتعود طيبة وكتعود طاهرة وكتعود نقية وكتعود صفية. هذه خطاب لكل المرضى، اللي مريض ما يظنش بأنه مهموم ومسكين ومكسور الجناح وما عنده زهر. نقول لي لقد أحبك الله. قال الصادق الأمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، قال إذا أحب الله عبدا ابتلاه، فإذا صبر اجتباه، ولا يزال البلاء ينزل بالعبد حتى يلقى الله وما عليه ذنب. ثم قال صلى الله عليه وسلم ما يصيب المسلم من وصب ولا نصب ولا هم ولا كرب حتى الشوك يشاكها إلا كفر الله من خطاياه. يا سلام، كين بعض الذنوب وبعض الخطايا ما يتغفروش بالاستغفار وما يتغفروش بالعمل الصالح، لا يغفرون إلا بالصبر عن الأذى عن المرض والسقم. والمريض هو ضيف الرحمن. ملي تكون أخويا نور الدين مريض كتر من الدعاء، دعوا الله بالشفاء، ولكن دعوا الله تعالى بخيري الدنيا والآخرة، لأن دعوة المريض مستجابة لأنه ضيف الرحمن. ثم أكثر من قولك الحمد لله الحمد لله. الله تعالى ملي كيمرض العبد كيسول جبريل، يا جبريل ماذا قال عبدي عني، وهو أعلم، الله تعالى أعلم بالسر وأخفى. كيقول لي يا ربي حمدك وشكرك، كيقول لي يا جبريل ابني له قصرا في الجنة وسمه بيت الحمد. كيعاود غدا كيسولو ماذا فعل عبدي، كيقول يا ربي حمدك وشكرك، كيقول يا جبريل ابني له بيتا آخر وسميه باب الحمد. وهكذا كل ما كتر هو من الحمد إلا وربي عز وجل كيعطيه الملكوت الذي لا يمسه لصوص ولا سوس، ملكوت عظيم في الدار الآخرة. فهنيئا لكل مريض هو ضيف الرحمن، ونطلب الله تعالى يشافينا ويشافيكم أجمعين من كل داء وسقم، ونكتروا من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من نشعر بالألم نوضع يدي اليمنى على مكان الداء، إما على بطني وإما على ناصية الجبهة وإما على الركبة، ونبقى نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الصلاة على رسول الله شافعة في الدنيا وفي الآخرة. هنا كتشفع عليك، كتقول يا ربي إن فلان يتألم، يا ربي خفف عنه ما يجد من تعب، يا ربي خفف عنه ما يجد من ألم وسقم. كتشفع لك الصلاة على رسول الله شفاعة، وأن ذاك غتلقى بأن الألم ينقلب إلى أفراح، ينقلب إلى مسرات، إلى سكينة، إلى طمأنينة، إلى رضا، بل إلى بشارة عظيمة. الله يشافينا ويشافيك ويشافي مرضى المسلمين أجمعين. قلوا معنا آمين آمين يا رب يا كريم. ونتحولوا من القصر الكبير إلى القنيطرة مع أختنا سعاد. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الدكتور كريبان أنا بخير. أهلا وسهلا للا سعاد، يا مرحبا. بيت النمرة ديالك. مرحبا للا، يا مرحبا للا سعاد. يا عندك شي تدخل شي سؤال؟ بيتك غير الدعم هيا يا ربي يا كريم يا ربي. انا غندوزك للستوندار يعطوك الرقم للا سعاد، وان شاء الله بقي معنا في ختام الحلقه غندير واحد الدعوه ديال الخير جماعيه، واكيد غادي يكون لك فيها اوفر النصيب، لان الدعاء كلما كان جماعيا كان اقرب الى الاستجابه. الله يكمل لك الرجاء وما في قلبك وخاطرك، الله اعلم به، الله يعجل لنا ولك بالفرج. امين يا رب يا كريم. وما تزال المكالمات الكثيرة تنهال علينا من مختلف المدن المغربية. اللحظة ننتقل إلى مراكش مع للا إلهام. مساء الخير دكتور. مساء النور للا إلهام. أنا بزاف بزاف ميزة معي الخط والله العظيم. أهلا وسهلا بك للا. سمح لي شوية في أمين شوية كان نرتبك شوية، سمح لي عفاك. لا ما ترتبكش للا إلهام، احنا خوت، احنا أسرة واحدة، كان نجلسوا بعضياتنا وكنتحاوروا كنتناقشوا، والقوي منا يأخذ بيد الضعيف. مرحبا للا إلهام. بارك الله فيك والله مي كان حاول باش نسد الخط، والحمد لله اليوم عاد تح لي الفرصة والله شكرا. أنا فرحانة بزاف والله، الله يجزك بخير على هذا البرنامج. أعزك الله للا. سي دكتور أنا عندي واحد المشكل. نعم. أنا عندي عقصة في الزواج. نعم. أنا دابا عندي 24 سنة. نعم. وانت عارف النواحي كي تكون وبنات النواحي لما تجوجتي الكريت يقولك راه حدا بارت راه هذا هنا على 24 سنة كيسموها بارت للا إلهام. بالنسبة لنا احنا يعني البنات البادية وبنات هكا كيجو، وخصوصا الناس. نعم.
المهم اش نقول لك، انا من شهر 3 حاليا دابا جاوني شي 16 واحد. تبارك الله 16 واحد. هذا يعني انك الحمد لله بنت عائله طيبه وفيك مواصفات حسنه وعندك القبول الحمد لله. كاين هذا الشيء اللي كاين الحمد لله، وانا عزيزه على الناس كل شيء ومحبوبه عند الجميع والله ما شاء الله. و 16 واحد لالا الهام، كيف استقبلتهم في الدار؟ الله يحسن الوالد والوالده، يعني كل مره خصو يعمر تاي ويجيب الحلوى ويستقبل الناس ويبتسم لهم ويمشي ويعاود يجي اخرين عاوتاني. الحمد لله احنا المهم ما خصناش وما عندناش الحمد لله، يعني عرفتي بنات الباديه كي تيكونوا يعني الناس كرامة نعم الحمد لله فيهم كرام وجود هي ولدق بابهم كيلقى كل خير. اي اللي كان المهم علينا شي، المهم كيجيو نهار الاول كيجي يشوفني الدري وكنشوفو بعض المرات كنقول انا كنقول لا، وهو بعض المرات يقول هو لا، يعني اللي ما جات من عندك انا كيجي من عنده هو. يعني حتى تنتلموا العائلات وتنتفقوا على امتى غادي يكون العقد او لا الزواج. ما شاء الله يعني وكيطرينا المشكل. لا اله الا الله. لا اختي كيفاش كيبان لك في الاول لا الهام، اشنو الشعور اللي كينتابك ملي كترفضي؟ واش كتشعر بانك مخنوقه؟ واش الظلام ينزل على عينيك او صوره ذاك الانسان كتجيك غير حسنه؟ انا المهم انا يعني الحمد لله قري، انا خارجه من كاتريام، ويعني فين كيجيني الراجل الاولاني او الثاني ولا الثالث يعني كنشوف راسي ما مناسباش معاه. نعم. وتقول لي الام ديالي يعني انت ليك الاختيار، زعما انت خاصك تعرفي. كنبقى كنجلس كنبقى كنفكر وحقا فين غادي نمشي وانا فين عايشه واش غادي نقدر يعني نتلائم معاه ولا لا، يعني كنرفض. اييه. وهذا الاواخر يعني عشان نقول لك 14 و15 و16 يعني جات من عندهم هما، يعني هما يقولوا لا. ما شاء الله. ويعني الراجل الاخير يعني جا مطلق، يعني فيه ديجا مزوج ومطلق، ورغم ذلك ما هضرت الناس وعندي واحد الاب شويه عصابي غير كيسمع البنات تزوجوا او لا تخطبوا دكتور. يعني دائما كالهضره دائما كيشدني معيار، وخصوصا الوالده ديالي. لا اله يعني الا الله. وعصابي بزاف والله. لا اله الا الله. وتقول لي الناس المشكله هضرت الناس يعني هي خارجه هي والله العظيم، يعني وكنسمع من الناس بزاف يعني كيهضروا موراك يعني كتشوف يعني كتجي عندهم ولا كتفحصهم كيهضروا عليك كيسكتوا ولا كيقلبوا الهضره. ما شاء الله. وانا الحمد لله ما ندير والو، الحمد لله نقيه ومحبوبه عند الجميع وكل شيء، الناس كيشكروني لا من بعيد لا من قريب الحمد لله. الحمد لله الحمد لله. الهام دابا كتشوفي بان في الاول كيجوك شباب باقين عازبين، دابا وصلت 24 سنه ولا كيدق بابك واحد مطلق، كتحسي بان بحال الاسهم ديالك بدات كتنقص. ودابا حاليا والله نقسم لك بالله دكتور، دابا الدور اللي ساكنه فيه انا دابا حاليا كل البنات تزوجوا كلهم دارهم تخطبوا، بقيت غير انايا والناس وضرت الناس. الله يحفظك لالا الهام، الله يحفظك يا ربي. يا كريم. المشكل دابا انا كنزيد يعني انا ما نعرفش نقول لك، يعني كنقري الدراري الصغار كنزيد لهم الصوايع كنقريهم، يعني دابا 6 شهور وانا كنقريهم المحبوبه عند الناس وكلشي كيعرفني والحمد لله ما كيهز فيا حتى شي نظره خايبه الحمد لله. يعني وكنصلي صلاتي ما كتفوتنيش الحمد لله، وكنمر قيام ليل على حسب هذا المشكل اللي عندي، هذا كان دائما قيام ليل ما كنفوتوش لحد الان تبارك الله، الا البارح هو اللي ما صليتش. تبارك الله تبارك الله. لا الهام ما تخافيش بنتي، دابا انت باقا مازال صغيره الحمد لله، رغم كلام الناس ورغم القيل والقال ان شاء الله تعالى ربما تعرفي الخير فين كاين، وربما ان الله عز وجل اعد لك ما هو احسن من 16 كلهم، 16 كلهم ربما ربي عز وجل يعد لك شخصا فيه هو الافضل هو الاكرم، غادي يكون علما وادبا وخلقا. انت الحمد لله قلبك كلمسه فيه الخير، كتكلمي بواحد الطريقه وكتبين بان قلبك فيه الخير ونفسك طيبه، وحاشا وكلا ان ربي عز وجل يتخلى عليك ما دمت ذاكره وقائمه لليل وكديري الخير ما تلقي الا الخير. ما تخافيش لالا الهام، غير صبري. وتقول لي الناس اقدري شوف سير شوفي راسك، يقدر يكون فيك سحر ولا مانع ولا شي حاجه بحال هكا، ما تصدقيهمش. لا قال لك شوفي اشني احسن حاجه غنشوفوها كاع، الا قلنا مثلا عندك المانع، حقا عندك المانع مثلا، وبغينا نشوفوا شي طريقه تحيد المانع، اعظم طريقه ديال تحيد المانع هي انت كتقومي بها هي الصلاه وقيام الليل، ما دمتي كتصلي لله وقيم كتقومي الليل وكتسلمي امرك الى الله وكتفوضي امرك الى الله، انت راكي على الطريق المستقيم، لانك حذاري ثم حذاري، هذوك الناس مساكن ما عندهمش العلم وكيامنوا بالخرافه وبالشعوذه، بغا يجرك معاهم لواحد الطريق اللي هي
فيها هويه، غتمشي عند شعر رافه ولا عند شعر راف وغيزدك الخط وغادي يقول لك شي كلام خطير، يقول لك انت راه عندك بني فلان وبني فلان وعندك حمو الحمر وعندك عيشه مول الحناني وشي كلام بحال هذا الشكل اللي غادي يزيد يخلعك. لا انت ما عندك والو، اللي عندك اختي الهام هو ان ربي عز وجل باقي ما كتبش، اصبري واحتسبي وكثر من الدعاء وخليك في الصلاه ديالك، خليك في العباده، واللي سولك قول لي انا كنتظر الفرج من عند ربي، هذا هو الكلام ديالي، انا مازال كنتظر. وبالنسبه للاب ديالي دكتور اللي دابا حاليا ما كنقدرش نجلس مع الطفل في الماكله ولا شي حاجه على حسب النكير وهضرته والصداع ما شاء الله، والله يهديها، طلب الله له الهدايه. هذا الاخ الوالد ربما مسكين كيسمع الناس كيشمع مع بعض الرجال وكيلقى هذا فلان تزوجت بنته، بنته تزوجت، ربي يعطي الهدايه. تيقول عندي ثلاثة الخواتات كلهم تزوجوا وجوج الخواتات كذلك، بغيت تيقول لي بقيتي غير انت يا بناتي، عمر الاولاني تزوجت 19 18 الا انت دابا عندك 24 باقي ما تزوجش. ربما كيقول لك الاخر متخم، الاخر ربما انت غتكون واحد النهار غادي يجي والوالد ديالك غيفتخر بك، لان اللي غيدق بابك غادي يكون واحد الانسان فاضل، وغادي يكون انسان من اهل العلم ومن اهل الخلق ومن اهل اليسار، غتكون ان شاء الله دي خبيزة كلها. انت صبرتي وتوكلتي على الله الحي الذي لا يموت وغادي في الطريق المستقيم، والله ربي ما يخيبك، انا كنقسم لك بالله، والله ربي ما يخيبك اللي شد الطريق، والله الذي لا اله الا هو، الا شت بنات في وضعيه بسيطه وربي عز وجل اختار لهم سيد الرجال. علاش؟ ملي كتسول دوك البنات كان عندهم صابرات وكانوا متوكلين على الله وحده لا شريك له، وعطاهم الله تعالى سيد الرجال. وكاين مات اخرين اللي ربما كيامنوا بالشعوذه وكيامنوا بالخرافه وكيبقاو يدقوا هنا، كيبقاو يدوروا ما كيلقاو والو، ولا جاهم شي حد كيعذبهم وكيمحنهم وكيندموا علاش نهار الاول تزوجوا اصلا. اما اللي كتكون صابره ومحتسبه نهار ربي عز وجل كيكرمها من بابها الواسع. فاختي الهام ما تخافيش، الله يعطيك الخير والبركه، انت الحمد لله شابه صغيره وقلبك فيه الايمان، واوصيك بطاعه الوالدين، وخي يقول الوالد اللي قال راه مقامك يرتفع، ملي يسمعك شي كلمه جريحه او يسمعك شي كلمه مؤذيه ما تردي عليه، ما ترفعي الصوت ديالك عليه، ما تحدي فيه النظر، حد راسك وسلمي امرك الى الله. ناجي رب العالمين، يا ربي راني محنه، يا ربي راني في صعوبه، يا ربي ادركني. خلي علاقتك مع الله علاقة محبة ومناجاة دائمة، وغتشوف في لا إله مش غادي يوقع لك، وغتصلي بنا واحد النهار وغتقول بأن ربي عز وجل كرمني كرما عظيما، إن شاء الله غيجيك شي مسؤول كبير أو شي عالم كبير أو شي رجل ود الخير، وغتكون انت بين خواتاتك وبين خالاتك وعماتك وبين بنات الدوار، غتكون انت الحمد لله انت هي اللي دات الخبيزة كاملة. الله يكمل لك الرجاء يا ربي يا كريم. كنبغي نقول للسادة المستمعين، احيانا ملي كتشتد الازمة راه كيجيب موراها الفرج، هذا قانون وضع الله عز وجل، اشتدي ازمة تنفرجي، عمر الازمة ما كتبقى دائما. يا ما قرأنا في الفكر الاقتصادي بأن هناك أزمة اقتصادية عالمية، وسمعنا بأن هناك أزمة في المناخ وأزمة في العلاقات الدبلوماسية بين هالدولة وهالدولة وهذا المعسكر وهذا المعسكر، كلمة أزمة لا نؤمن بها أصلا، هي الأزمة في فكر الناس وسلوك الناس وممارسة الناس. أما رب العباد فرجها من أبوابها الواسعة، خاصة غير اللي آمن بهذه الفكرة ديال الفرج ويتيق في الله تعالى ويتوكل على مولاه وسوف يفاجأ بالعطاء الكبير. إلا كان محن غير يصبر، ما تسرعش ما تزربش، لأن المحنة أش كتأدي بالإنسان؟ كيعود سبيكة من ذهب، أنت كتعود بحال ديك القطعة ديال الذهب اللي فيها الصدى وكنرميوها في النار وكتطيب في النار، وملي كتطيب في النار داك الصدى كيبدا يطير، ومن بعد كتعود سبيكة من ذهب ناصعة. هكذا كيكون كل من هو مبتلى، كل من هو في محنة، نقول لي ما تخافش، فقط عليك أن تتصل بالخالق وتقطع الصلة بالمخلوقات، خليك مع الله عز وجل وغتشوف العجاب العجاب والعطاء، وغيتحول الهم والغم إلى فرج وإلى سرور وإلى عطاء، وغتكون إن شاء الله أيامك المقبلة كلها بالأفراح وكلها بالمسرات. أختي إلهام أنت وأمثالك من بناتنا وأخواتنا، غنقول لكم جميعا الأفراح إلى الأمام والمسرات إلى الأمام، والأعراس غتكون إن شاء الله في هذه السنة زاهية، وغادي يكون الإيمان وغادي يكون اليقين، نفرحوا جميع ونديروا الأمان ديالنا في الله واليقين في المولى سبحانه وتعالى،
وغنتحولوا جميعا إلى سبيكة من ذهب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حقيقة سوف ترجع سبيكة من ذهب حينما تكون في هذا الشدة والكرب والتعب، ثم تسلم الأمر لصاحب الأمر، ثم تجعل قلبك معلقا بالحي الذي لا يموت. اصبر ثم اصبر ثم زد في صبرك، وفي لحظة ترتفع وترتقي وتصبح سبيكة من ذهب. يعطيك المولى من حيث لا تحتسب، ويفتح لك باب الفرج، ويعطيك من كل ما طلبته وزيادة. فنثق بالله ونتوكل على الحي الذي لا يموت، ولا نشكو ولا نبكي إلا لله الواحد الأحد، وسوف ترى العجائب. ما زلنا معكم مستمعي الأفاضل، نواصل هذا اللقاء المباشر، ولا تزال المكالمات تهل علينا من مختلف المدن المغربية الحبيبة. اللحظة ننتقل من مراكش إلى تازة مع أختنا سليمة. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، كي داير الحال؟ لاباس عليك؟ حياك الله لالا سليمة. لاباس الحمد لله، الله يبارك فيك. يا مرحبا. فرحانة بزاف حيت سجلي الخط والله. أهلا وسهلا بك لالا سليمة. بغيتك الحال تعال معايا في دعوة الخير. إياه بإذن الله بإذن الله. للأسف انقطع الخط. لالا سليمة، واخا اختي سليمة بإذن الله يبقي معنا في ختام الحلقة، وإن شاء الله تعالى يكون عندنا واحد دعوة جماعية بالخيرات والبركات، وإن شاء الله يكون لك فيها أوفر 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 النصيب. لالا سليمة الله يكمل لك الرجاء، والله يجعل قلبك دائما مملوء بالفرحة وبالسرور. لالا سليمة حافظي حافظي على الثقة في الله تعالى، وكثري من دعائك في جوف الليل وعقب كل أذان، وربي سبحانه وتعالى يعطيك ما تتمنين وزيادة. الله يكمل لك الرجاء ومعذرة يا سليمة. الآن نتحول من تازة إلى إقليم تمارة مع أختنا سميرة. ألو ألو السلام عليكم. السلام سيدي الحاج، لاباس بخير؟ حياك الله أختي سميرة. الله يطول عمرك سيدي، فرحانة اليوم بزاف، هذه تقريبا عامين وأنا كنتصل بكم ما كيقبطليش الخط. الله الله الله، اسمحي لنا أختي سميرة، اسمحي لنا يا ربي يا كريم، اسمح لنا يا كريم. الله يرفع مقامك اختي سميرة، والله يجعل كل محاولة تكون لك بالأجر والثواب عند الله تعالى. الله يرحمك الوالدة ويجزيك بخير على هذا البرنامج، هذا احنا فرحانين بزاف وكندعيو معك دائما. الله يرفع مقامكم لالا سميرة. الله يخليك السيدي، ادعي معايا بزاف. نعم نعم سميرة، انقطع الخط للأسف. كتقول لي المخرجة بأن الأدعية نخلوها في ختام الحلقة. معذرة يا أختي سميرة، الله يكمل لك الرجاء، الله يفتح لك باب التيسير. معذرة، وبقي معنا أختي سميرة، الله يجازيك بألف ألف خير في ختام الحلقة، وربي سبحانه وتعالى غادي يكتب لك أوفر النصيب من اللي غيقولوا أهل الله كلهم آمين 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 في هذه الليلة الطيبة. سمحينا لنا سميرة، وشكرا لك على تواصلك. وغنتقلوا من تمارة إلى أزلال مع أختنا نجاة. ألو ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا. وأنتم من أهل الجزاء لالا نجاة؟ أنا بغيتك تدعم مع أختي. نعم، انقطع الخط للأسف لالا نجاة. معذرة نجاة، معذرة، كتعاود تقول لي المخرجة ديال البرنامج والتي تستقبل المكالمات بأن في البرنامج يكون طرح مواضيع وأسئلة وقصص حياتية وغير ذلك، على أن نرجي الدعاء إلى ختام الحلقة. معذرة معذرة يا أختي نجاة من أزلال. وغننتقل إلى ورزازات مع أختنا فاطمة. ألو السلام عليكم للا فاطمة. فاطمة ألو السلام عليكم للا. عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا للا فاطمة. يرحم ديك الخير، شكرا سيدي كريمان. أهلا وسهلا بك. الله يخليك بخير، تدقى ديك الرقم، الله يرحم ديك الوالدين. واخا للا مرحبا. واخا شكرا. واخا أنا غندوزك الستوندار يعطوه لك للا فاطمة. الله يكمل لك الرجاء. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. وغنتحولوا من ورزازات إلى مكناس مع أختنا حنان. شويه بغيت النمره ديالو.
ياك ما حنان. حنان من مكناس معذرة للأسف. للأسف هناك مكالمات كثيرة وكثيرة وكثيرة، وهذا الله يعزكم ويكبر بكم ويجعلكم من أهل الخير. فقط الإدارة ديال البرنامج كتخبرني مرة مرة كتقول لي بأن أن تكون التواصل يكون في طرح مشاكل أو طرح قصص حياتية أو طرح إشكالات معينة حتى يتم الاستفادة من طرف الجميع. والدعاء الفردي إن شاء الله تلخر وندير واحد دعوة ديال الخير، وكل واحد حسب النية دياله ربي عز وجل غادي يعطيه حتى يوفيه أجره يا رب يا كريم. شكرا لكم جميعا أختنا سليمة وسميرة ونجاة ولائحة طويلة، شكرا لكم جميعا ومعذرة معذرة جدا جدا. الله يكرمكم في الدنيا والآخرة ويحقق لكم الرجاء اللي كتمنوا عند الله تعالى. وغنتحولوا الآن إلى أكادير مع أختنا نورة. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا للا نورة. السلام عليكم قريبان. أهلا وسهلا بك للا. كيف بخير؟ الحمد لله الله يبارك فيكم. إيوا أنا بغيت نعاود لك واحد المشكل عندي. يا للا الله يفرج عليك الله يفرج عليك. عبيد يا زوني، أنا تعرضت لاغتصاب مدة تقريبا ديال عام هذا. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. وانا باقي مازال ما قلتها للعائله ديالي. نعم واش عندي شي ذنب اذا ما قلتش لهم؟ ما شاء الله. لا لا نورة، هاد الشخص اللي دار هاد العمليه واش كان خاطبك؟ كنتي مع على شي علاقه بنيه الزواج ام انه تعرض ليك ولا كيفاش وقع؟ لا كان نقول لك بحال الاخ ديالي من المقربين، مربي معنا في الدار. مربي معكم في الدار، وربما انتما انت اعتبرتي انه اخ، شاركتوا الطعام والشراب وشاركتوا الحلوه والمره، ولكن هو ديما كيبقى غريب. لا حول ولا قوه الا بالله. وهذا الشيء تم بالعنف. لا حول ولا قوه الا بالله. ما شاء الله ما شاء الله. شحال دابا داز على هاد الحادثة لالا نورة؟ تقريبا شي عام. شحال؟ تقريبا شي عام. عام الحمد لله ونشكره أنه لم يترتب عليه حمل. هذا هو ربما الرحمة ديال الله أن ما ترتبش عليه حمل. ما شاء الله. لا لا إله إلا الله. ودابا هاد السيد إلا تمت العملية ديال إلا خبرتي الوالدين وربما اتبعنا الإجراءات المسطرية المعروفة، سوف يلقى عليه القبض، ربما قد يزج به في السجن، وربما قد يخير بين الزواج بالمغتصبة أم لا، وربما قد أحد أفراد العائلة يتور فيضطر إلى إلحاق الأذى به. كنسمع بعض المرات الأب أو الأخ الأكبر كيقتل ذاك الجاني وكتعود القضية كبرى. لا حول ولا قوة إلا بالله. دابا الآن أختي نورة نستروا ما استر الله، هادشي اللي غادي نديروا أحسن طريقة، غنستروا ما استر الله. هذاك الشاب الوقت اللي وقع ما وقع راه كان ارتفع عنه الإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا بأن المؤمن حينما يقع في الفاحشة يرتفع عنه الإيمان، في ذيك اللحظة يرتفع عنه الإيمان، ربما قد يفقد العقل والصواب، ربما حضر الشيطان وفعل ألاعبه اللي استطاع بها أن تقع في هذه الخطيئة. على كل حال دابا ما وقع وقع، وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جاء عنده واحد صحابي قال لي راني شفت فلان وفلانة راهما في واحد الوضعية، قال لي لو سترته بإزارك لكان خيرا لك، لو سترته بإزارك لكان خيرا لك. ثم قال من ستر على مسلم ستر الله عنه في الدنيا والآخرة وكأنما استحيا موؤودة من قبرها. دابا اختي نورة اش غنديروا؟ غنستروا ما استر الله تعالى. الى خبرتي الوالدين وربما قد تكبر القضيه، انت غتحاولي ما امكن انك تبتعدين من ديك المنطقه اللي فيها ذاك الانسان، حاولي ما امكن انك تبتعدي او اختلقي شي فكره باش انه يبعد هو من الجهه ديالك. نعم نعم انا دابا نستغل دابا في المدينه تاع جزائر
نحصل على ما نقدر نحلو على بنتي، ما نقدر أساس أنا مخبيها لهم ومكذبة لهم، ما قدرت بقي لازم نجلس معهم في الدار وكنحس دابا هذه اللي بيهز هذه ما قدرت نشوف كيف وجههم ولا نقول عليهم. ما شاء الله. وكاين بعض الوالدين إذا صرحناهم يكون أفضل، إذا كانوا هاد الوالدين كيأمنوا بالحوار وكيأمنوا بحقوق الإنسان وربما يلقى لك الأحضار ويسترك ويحاول ما أمكن يلقى شي حل من الحلول. وكاين بعض الوالدين ربما غيزيد الغضب ديالهم وغيضربوا وغادي يسخطوا وغادي يجريوا على الولد والبنت وغتكبر القضية أكثر. ما شاء الله ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وانت دابا نور اختي جالسه مع والديك ولا مستقله عنهم؟ ما شاء الله ما شاء الله. نور الى اكتضامنا بان هذا الشيء ما غيتكررش مره ثانيه، استري ما استر الله تعالى حتى يفرج ربي سبحانه. الى كنتي هذا الشيء غادي يتطور مازال ومازال هذا السيد غادي يقدر يحوم حولك ويقترب منك، ديك الساعه نخبر الوالده ولا الاخت الكبرى غتعرف وغتعرف بانك انت مظلومه باش توفر لك على الاقل الحمايه. ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله. واختي شان نقول لك غتفوضي امرك الى الله سبحانه وتعالى، خلي ربي عز وجل هو يفكها بالطريقه اللي غتكون فيها المصلحه باذن الله. ملي كيوقع الانسان مجموعه خيارات، الى دار هذا الفعل غادي ترتب عليه افعال ربما اكبر منها، الى سكت ربما قد يتمادى الجاني في فعلته. في هذه الحاله اختي نوره سلمي امرك الى الله عز وجل وغادي نلتمسوا الستر، الستر في هذه المواقف الستر. وهذا الشاب اللي دار هذه الجريمه راه جريمه نكره، راه اعتداء على شرف هذه البنت اللي اعتبرته بحال الاخ ديالها، عاش معها في البيت كلاو نفس الطعام والشراب وعاشوا بعضياتهم كاخوه اشقاء، ثم كيغدر هذه ذنب عظيم وجنايه فادحه وخاصه لابد انه يستغفر الله تعالى. الا كان يقدر يتزوج او يقدر يسترها بالزواج يطلب يديها ويسترها، وإلا ما كان شيء على الأقل صار منها ولا ما صالحش للزواج إلا شكينا به مصيره إلى السجن. إلا خبرنا الوالدين غتكبر القضية. حاولي ما أمكن نورا، استري ما استر الله تعالى وربي سبحانه وتعالى يعوضك خيرا، ربي يعوضك خيرا. شحال ديال البنات بحال الشكل ديالك وقع عليهم الواقع واستروا ما استر الله، وهما مظلومات وربي عز وجل لا ما خيبهمش. ملي وقع الزواج مع شي شخص وخبراته بلو حقيقة كيقدر يكون داك الشخص هو قلبه كبير وكيعرف بأن بنات الناس راه باينين ماشي من البكارة، بنات الناس كيتعرفوا من الوجه ديالهم ومن النبرة الصوتية ديالهم، كيعرفوا فينا هي الإنسانة المستقيمة الإنسانة العفيفة وفي الإنسانة اللي غير كتمثل، ماشي البكارة هي الأساس. وهذا كنستحضروا قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، ملي قال لنا ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. ديك الخلوة، حنا أجدنا نديروا الخلوة بين الذكر والأنثى، مهما كان رجل مع امرأة في منطقة مغلقة راه الثالث ديالهم هو الشيطان. قد يكون هذا الإنسان على وعي وعلى دين وعلى بصيرة، ولكن ما أدراك الطرف الآخر لا يكون كذلك، فيقع الاغترار ثم يقع الانجذاب ثم يقع ما يقع. ثم كنعرفوا بأن الدعوة إلى الله عز وجل أمر البنات من غير أنهم يختلوش بالغرباء عنهم، أمرهم بالتستر بلباس الحجاب المحتشم، وأنهم لا يزينن الكلام ديالهم ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. نحاول ما أمكن نوصيو بناتنا على هالتعاليم الإسلامية الرشيدة والربانية، وربي غادي يحفظهم في الحضاري والصفاري والذهاب والإياب وفي كل وقت وحين. لالا نورا الله يفرج عليك، الله يستر علينا وعليك وعلى جميع المسلمين، وفوضي أمرك إلى الله. ودابا ربي عز وجل يدير لك تاويل
من عنده سبحانه وتعالى القادر على كل شيء. فوضي أمرك إلى الله، ديما قولي من التغلبي وتشعر بأنك ما عندك قدرة، قولي وأفوض أمري إلى الله، وأفوض أمري إلى الله، وأفوض أمري إلى الله. الله تعالى نعم الوكيل، وربي عز وجل لو كلتيه ما يخيبكش، يسترك ويعوضك خيرا مما ضاع. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نتحول من أكادير إلى إقليم شيشاوة مع أخينا عبد الوهاب. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السيد قرابين كدير. حياك الله سعبد الوهاب. يخير الحمد لله. الله يحفظكم أمولاي. الحمد لله. ما تصورش حال فرحان اللي كنهضر معك السيد طيب قريبان. الله يرفع مقامك اخويا عبد الوهاب. الحمد لله. يا اهلا وسهلا بك. الله يبارك الله في خويا طيب قريبان. بغيت داعم على مال الوالدين عندي والوليدات. اياه. احمي الوالدين. يا ربي يا كريم يا ربي. يا ربي سي عبد الوهاب. دع علي مال خوت ديالي. ان شاء الله ان شاء الله خويا ندير واحد الدعوة ديال الخير في ختام الحلقة. تكون دعوة جماعية. وبقى معنا السي عبد الوهاب، الله يكمل لك الرجاء ويحفظ لك الوالده والوليدات والخوت والخواتات ويجمع الشمل ديالنا والشمل ديالكم يا ربي يا كريم. بقى معنا خويا عبد الوهاب في ختام الحلقه وندير واحد الدعوه ديال الخير جماعيه. ونتحول من شيشاوه الى الدار البيضاء مع اختنا مجده. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا شخ لاباس عليكم شلاباس. حياك الله للا مجدة. الحمد لله خير بارك الله فيك. يا مرحبا بك. خليك زي ما بغيت نعاود لك نخدم مع شي ناس. ايه. كنا عندهم مشاكل بزاف كيما نقول لك مشاكل ناس. بغيت نخرج بحال هكا جات قصيه وبني تاع الصغيره اللي بقات فيا اللي مولفها وداك الشيء. ما شاء الله. ومن اللي جا دابا قبيله قال لها صافي جمعي حوايجك وخرج عليا. مجدة إذا كان ممكن أختي تطفي الراديو شوية أو تنقصي من النقص باش نسمعوك مزيان. شكرا لك للا. دابا للا مجدة قلتي بأنك أنت خدامة عند بعض الناس. ولكن البنية ولا معاهم. دابا البنية الصغيرة البنية الكبيرة ربي عندها سنتين كبيرة البنية الصغيرة عندها عامين. الله الله الله. وحنا في المشاكل دابا بغينا نخرج حالاتي ما كنقدرش على حساب البنت. الله ورا اللي ربى اللي ربى اللي بحال اللي ولد. اه ما كتنعس معايا كدير معايا كلش من اللي مقابلها ما قداش نخرج. لا المشاكل بزاف عيف. من المشاكل واش من مول الدار ولا مولات الدار؟ لا منهم بجوج حقيقة. لا حيلة إلا الله. منهم بجوج. وهذا المشكل اللي مجدة ما يمكنش يلقاو ليه شي حل. والو راه هي اللي نقولك تعاود لك شحال قلت لك راه في داك التكبر في داك الشغل شحال هذا دار في معك. اي عقلت عليك ختي مجدة. عقلت عليك. اي دابا داك الشيء زاد كثير 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 كثير. واخا اللي يدبر راسو. بعض المرات ملي كيكون واحد الانسان الظروف فرضت علينا اننا نكونوا معه اما في العمل واما في الاسره واما في واحد المحيط او جار ديالنا وعنده واحد الصفه بحال هكا في التكبر وفي العناد وفي الانا كيغدير لي ما بغيتش يتغير. انا دكتور مرات ما تمرضيش اختي مجدة ما تمرضيش ما تمرضيش ما تخليش مجدة خلي الذات ديالك مستقله عن الموضوع ذاتك واخا تكون المشاكل امامك ما توصلش لك القلب والفكر والعقل. دابا يعني كون كان عيب بيناتهم ويخلوني انا بعيده ماشي مشكل. دابا كتجي لي المراه من بعد اش واش دار لي كيجي لي هو واش دار كون كنخليو بيناتهم المشاكل ديالهم براسهم ما شغلش فيهم كيعمروني انا معاهم انا كندخل معاهم. ما شاء الله انت اسمعي وقولي واخا اياه ان شاء الله وربي يهديهم. كيف هاد الدراري الصغار كنقول لها انا كان شي مشكل سير دخل كحلوا مشاكلكم بيناتكم ما تخلوش الدراري يسمعوا حتى هما. لا اله الا الله. عييت راه تمسكينا دكتور وانا كتمسكينا معاهم عييت. مجدة شوفي انت لا دابا هما هاد الناس هما راهم معذبين بعضياتهم هما داك النزاع فيما بينهم راه عندهم شقاء وعذاب ومعاناه. انت دابا الان دوزتي معهم هاد السنوات وكليتي معهم طرف الخبز وربيتي وليداتهم ما تخليش عليهم النظره ديالي ما تخليش عليهم ما تخرجيش من داك العالم. هذاك هو المشكل هذاك هو المشكل عندي يعني كتقول لك انت هي اللي ما تخرجيش واخا ما عرفتش يكون انا عييت عييت. لا ما تعييش يا مجدة ما تعييش نقول لك لا لا كاين الناس اللي عندهم وسط المشاكل وما كيعيوش علاش؟ كيخلي ذاته مستقلة عن المشاكل الأخرى المشاكل كيسمعها بودنه ولكن لا تقتحم قلبه ولا نفسيته راه وسط المشاكل. عايز نسمع دكتور ما خليت ما تسمعي ما خليت ما صبرت على حساب الدري صبرت على حساب الدري الدنيا ما قدش نسمع في مخي ما شاء الله ما شاء الله. دابا عييت كلشي عييت صافي المشاكل من عندهم مشاكل من الوالد راه تجمع لي كلشي ما شاء الله ما شاء الله. والله دابا الدكتور عافاك على الوالد ديالي. إيه؟ والدي اللي دابا حنا هاد توفات الوالده وجا خرج شي ورد
وزعما قليل ماشي كثير ما خرجش بزاف. اييه حنا كنا انا وكلت خويا الكبير حيت انا معاهم ما كتقول لك ما تخرجي ما دير والو وكلت خويا الكبير. نعم منين خرجوا الفلوس هذاك خويا ما بغاش يقسم معنا لا حول ولا قوه بغى ياخذهم. وانت اختي ماجده فين ما مشيتي كتلقين مشاكل؟ اه فين ما مشيت انا بعدا فين ما مشيت تابعيني المشاكل فين ما مشيت. وانت بغاك الله تعالى يشوفك مع الصابرات لالا مجده بغي يشوفك مع الصابرات. والله العظيم دكتور انا عندي دابا 43 سنه قسما بالله شحال من واحد باغي يتزوج ما بغاش يحسب هاد الدراري اللي حسب هاد البنت باش ما نخليهمش. لا اله الا الله لا اله الا الله. عييت عييت اللي كتجي كتقول لك كنت صافي انا ما بقيت باغي حتى شي واحد بغيت غير البنت تربيهم ما بقيت باغي حتى شي حاجه. ربيت عليهم الكبده بزاف اختي مجده. ربيت عليك الكبده بزاف البنت الصغيره ربيت عليك الكبده بزاف ما نقدرش نفرق قسم بالله. واختي مجده في سبيل شي كنسمحوا لشي في سبيل ذوك البنيات غنحاولوا حاولي ما امكن مجده شوفي اعتقد انك تجي عندك الاذاعه. مرحبا اختي مجده مرحبا اهلا وسهلا بك. عندك الاذاعه قلت لها مش هذا اللي خاطري ما نجي عندك الجمعه الاذاعه. مرحبا اختي مجده الله يرفع مقامك. ما كملتلكش على خويا الله يعطيك السر فاش خرجوا الفلوس انا كنت مع الوالدين قلت لهم انا يخرجوا الفلوس نعطيهم لك يعني شي حاجه قليله ماشي كثيره بزاف شي حاجه قليله. اييه ملي مشى خويا كتب على الوالد ديالي ما نوضوش يخدع في الزن ماشي مشاكل هذا في الزن ما نوضوش. ملي جعت لي الوالد ديالي قال لي شتي هذيك الفلوس انا كاع ما بغيتهم. قلت له انا الولد انا اللي عطيتهم لك ماشي انت اللي قلتي عطيهم انا بغيت نعطيهم لك. هذا دابا غضب عليا وقال لي صافي لك فلوس خذهم انا ما بغيتهمش ما عندي ما ندير بهم. ما شاء الله ما شاء الله. دابا حس ما عرفتش عندي ما شاء الله. انا قلت جيبهم عندي يعني تيبرد على خاطر تيبرد ونعطيهم لحد انا هما هذاك غادي نعطيهم لك. الغضب واحد الساعه ديال الغضب كيكون الانسان عنده الرفض والعناد خليه حتى يبرد وتجي كلمه طيبه ونشرب واحد الكويزيله تايم عاد نقول للوالده راه هادو نعطيهم ليك. المشاكل من اي بلاصه هينا. لا اله الا الله. المشاكل من اي بلاصه انا الحمد لله ما بغيت حتى شي حاجه من هاد الدنيا بغي غير قراءه القران وصلي صلاتي وقيام الليل وهذاك هو المهم عندي ما بغيت حتى شي حاجه. الله شي حاجه ان شاء الله يا ربي وشي اللي باغي ما بغيت حتى شي حاجه من هاد الدنيا. غتعطيك الله كل شيء شي طلبتي باذن الله لاله مجده. باغي فلوس ما بغيت حتى شي حاجه باغي غير قريت القران وباغي صلاة قيام الليل الحمد لله فطرتكم اللي كنصلي قيام الليل ما كنتش كنصلي الله. هادشي انا ما شاء الله استجب لي الدعوات ديالي واستجب لي الصلاه ديالي وهادشي اللي باغي ما باغي لا زواج ما باغي حتى شي حاجه. ما شاء الله كيشوف لاله مجده كتشوف يدهم مزوجين وعندهم الخير وعندهم الوليدات وحياتهم عذاب في عذاب. والله العلي العظيم الا المشاكل ما تقولش راه بنادم الناس اللي لاباس عليهم راه عايشين بخير هم اللي عايشين في العذاب ربما كل عايش بالركه هو اللي عايش بخير كله النصيب ديالو كله عطاه الله تعالى الشيء وزع الله الارزاق وعطى الواحد كما وزعنا الارزاق وزع لنا نصيبنا من الهم والغم والظروف الصعبه. ايوا الحمد لله لاله مجده احبابي احنا صابرين. شوفي نقول لك واحد النصيحه غتعتبر نفسك ربي عز وجل اراد ان يراك مع الصابرات. الصابرات كاين انسان هو مسكين هو فيما غادي تبع المشاكل كي غيدير يضرب مع القدر هو كيدير جهده باش يغير ما بغاش يتغير غادي يصبر وغادي يعتبر ربي بغى يشوفه مع الصابرين والصابرات. انت كذلك غير صبري وربي عز وجل غادي يفرجها ما غدومش هاد المشاكل ما غدومش غتجي واحد الوقت غتلقاي بان غتنقلب المشاكل الى افرح ومسرات والله الذي لا اله الا هو. انا عيسى الشيخ اش كنبقى نصلي قيام الليل ندعي معاهم نقرا له على الما نقول له كنقرا له على الما نقول له سير شرب يقول لك شنو دايره عليك نقول له عيسى غير لقينا فيه حتى شي حاجه غير الما قريت لك على القران سير شرب والله يكون فيك شي ما عارف يكون فيك شي حاجه كيقول لك لا دير فيا فيه شي حاجه. ما شاء الله ما شاء الله. كنجيب مرته ونقول لها نقول لها شوفي قلتي قدامي نقرا على الما نعطي له الشرب. اي دابا انت وحده منهم بحال اختهم دابا الان. انا وراتي اي حاجه كيدخلوني انا اي حاجه. دابا انت اختي مجده ما عندك فين اللي تبعدي عليهم هاد الناس حاولي ما كتبقي معاهم تركي وحده منهم دوزتوا سنوات طويله في بعضياتكم وربيتي الوليدات هما كيثقوا فيك هما مساكن معذبين هما معذبين ما كنقول لك البنت راه بحال والدها انا البنت بحال والدها انا هي اللي خاصها مش عليها كنغوص عليها. وغا صبر اختي مجده كملي في الصبر ديالك دابا يجي الفرج ما تبعديش على هاد الناس لا بعدتي غتبداي ربما صفحه جديده مع ناس اخرين يعلم الله كي غيكونوا تا همايا. اذا مشيتي عند الوالد والاخ راه انت عارفه كيفاش البيرو غطاه اللهم خليك تما مستور مع دوك الناس اصبري واحتسبي هذوك البنيات راه بنياتك من اللي غادي يكبروا غادي ينفعوك وغيتهلاو فيك باذن الله. وهذوك الناس راه معذبين الزوج والزوجه رغم انهم مثقفين ورغم انهم في عائله كبيره ولكن ربما العناد لبعضياتهم وعدم التفاهم كيخلي حياتهم عذاب في عذاب. خليك وسط منهم على الاقل غير تبرد عليهم ولا سمعوك شي كلام جارح خلي ذاك الكلام لا يتجاوز طبلة الأذن ولكن لا يقتحم قلبك ولا عقلك ولا فكرك ولا نفسك. خلي قلبك وعقلك مرتبط بالله والمشاكل خليها غير في الجانب لا تقتحم ذاتك
خليها بعيدة عليك وما غتحسبي أنها لن تضرك أبدا. راكي الناس عايزين وسط العافية وما كيتضروش ما كيقولوش أح. علاش؟ حتى هما عارفين بأن الذات ديالهم هي مستقلة تمام الاستقبال مع الله عز وجل، والمشاكل غير كتلمسهم في جلدهم كيتألم ديك اللحظة وكتدوز، ولكن قلبه مليء باليقين وبالاستقرار ما يوقع لي والو. كاين بعض الناس كيتعجبوا او كيفاش هذا ما معياه ما تعب ما مرض ما كيقول لك لان قلبه معلق بالله والمشاكل راه غير تحوم حوله. خليك مجدة غتكون إن شاء الله من الصابرين والصابرات، وتذكري بأن الله عز وجل قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ما رأيك يا مجدة أن يوم القيامة سوف هذا المشهد الناس يخرجون من القبور ينفضون عنهم التراب ثم يتزحمون على أبواب الجنة، والجنة لها 8 أبواب كل باب هو عرضه أطول من السماوات والأراضين، والازدحام في الأبواب إلا باب واحد هو اللي فيه ما فيش الازدحام، فيه الناس قلال كيدخلون برعين ومرتاحين. ما هو هذا الباب؟ باب الصابرين والصابرات. ما قولك يا مجدة أن الله عز وجل بغى تكوني في هذا يوم الزحام تكوني من الصابرين والصابرات؟ وطبعا الصابر والصابر الصابرة أرى ربي ماشي غادي يعطيهم حتى الآخرة، في الدنيا في الدنيا كيجازيهم. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، هذه كتسمى أداة حصر وقصر فيها في اللغة العربية كيسمى تحقيق المراد بأن الله عز وجل وعد ولن يخلف كل من هو صابر. الله عز وجل وعده بأنه غادي يعطيه وغادي يعاود يعطيه ويغاود يكتلف العطاء. إنما يوفى الصابر يوفى يوفى كيوفي له الميزان بغير حساب. كوني مطمئنة يا مجدة، تسلحي بالصبر، ملي تقلقي بدلي ساعة أخرى، وغدا إن شاء الله ربي غيجيب لك يوم أسعد وأكمل. الله يكمل لك بالرجاء، والله يحفظك ويرعاك ويكون لك وليا ونصيرا. اللهم أمين يا رب يا كريم. نتحول من دار البيضاء إلى دمنات مع أخينا السي حسن. السلام الحاج. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لاباس بخير نعم. حياك الله سيدي حسن. الله ينورك. الله يبارك فيك مولاي. بخير لنا كلشي مولاي، ندار كلشي بخير. نحمد ربي ونشكره على نعمه الكثيرة وفضائله العميمة. واش راني عمي الحاج مع الغنزة؟ ما شاء الله. وبدا باش ميسر الله، قول بسم الله وخلي الطرف لسانك يخرج. الحمد لله الحمد لله. عمي الحاج انا عندي دابا 23 عام، توفت لي الوالدة من اللي عندي ديك 12 عام. وتزوج الوالد، بقات عندها واحد السيدة حتى تولد واحد الوليد أو الثاني، وجات توفت أو الثانية. ما شاء الله. وتزوج في الثانية شي 3 أيام عجيب باش توفت أو الثانية، خلت لي واحد البنية أطول الله 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 ديك عامين. الله أكبر. أي مرأة كيتزوج بها الوالد كيتوفى؟ أيه هما ديما ملي كيولدوا كيكون عامين هكا صافي كتوفى. الله أكبر. الحمد لله على كل حال. الحمد لله على كل حال. الحمد لله قدر الله. هذا الموت حتى واحد ما عنده شي دخل فيها، وخا نحللو ونناقشو ونتوقعو الموت هذاك أمر الله، ربي اللي عز وجل قدر قتل كيف قدر. الحمد لله. بات عمي الحاج دائما حسيت أنا والي كبير في العائلة وولاد عمي كاملين كبروا، وأنا ما عرض قال لي هذا الوليد تزوج وانا باقي ما قدش على الزواج ما عرفت حاج اش غندير. سي حسن انت خدام شي شويه شويه وشافها غير مع الوقت وصافي. ودابا مسكين دابا الوالد اش باغي يقول؟ قال لك هو تزوج مع الام ديالك هي الاولى وتوفات، وتزوج مع مرات ثانيه وتوفات، المره الثالثه وتوفات، قال لها نبقى نجيب العيالات وتوفى وكثروا عنده الوليدات والمسؤوليه كثرت عليه، باك انت الكبير تزوج انت والمرأة ديالك ربما تكون على الأقل في البيت حاضنة وكالطياب ومقابلة البال للوليدات. الشيء اللي كان عمي الحاج دابا مع تفرق مع خوتو، بقى دابا بوحدو مع البهايم، مع دابا في البلاد كاين الثلج بزاف مع البهايم ومع المصارف. الحمد لله على كل حال قادر الحمد لله. ماسي حسن الرأي ديالي والله أعلم وأدرى هو أنك الاقتراح اللي عطاك الوالد راه ممتاز. أنت تبارك الله 23 سنة، علاش ما تفكرش تزوج شي من الناس تكون صبارة وتكون قلبها كبير وتجلس معاكم في الخيمة؟ الوالد راه عنده وليداته وبارك عليه من العيالات، هو دوز الدنيا وقال شبع وبان لي هذا الشيء غريب.
ثلاث عيال كيموتوا ليه، جيب واحد مرأة تكون في الدار في الخيمة اللي غطيب وغتصبان وغتقابل الوليدات وربي يكمل لكم الرجاء. راه الحياة هكذا كالتعاون، كل واحد كيدير من النصيب ديالو. خذ الاقتراح ديال الوالد السي حسن، خذ الاقتراح بالجد وفكر في الزواج، وما تقولش ما عندناش الفلوس. راه الزواج ملي كيجي كيجي مع الرزق، ربي عز وجل كيجيب الرزق، غير دير النية وربي غادي يكافئك اخويا. ما شاء الله ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سي حسن كنتمنى لك واحد الحظ سعيد، وانا كنتخيل واحد السيناريو جميل بأنك انت فعلا غتخطب واحد البنت وغتكون ان شاء الله تعالى صبارة وغتكون طيبة وغتدخل عليكم باركة مسعودة، وملي غتدخل الخيمة الوالد ديالك غادي يبقى مقابل غير الفلاحة والبهيمات وذكر الله، بقى يذكر الله تعالى. هذوك خوتك اللي هما كلهم من باك، كل مرة ولدت وليد ولا جوج باقيين صغار خصهم العناية والرعاية، انت هو باهم، انت هو الخليفة ديالو، انت الاخ الاكبر، وان شاء الله ترزق بهم. قال نبينا الصادق الامين صلى الله عليه وسلم: انما ترزقون بضعفائكم. دوك الضعفاء اللي انت معهم وكتحميهم وبغيت تحاول انك تعطيهم، تقول انا ما عندي واش نعطيهم، العاطيه والله، بهم ترزق، بهم ترزق. انما ترزقون بضعفائكم، وان شاء الله ربي غيفيض عليك الرزق السي حسن، وربي سبحانه وتعالى غيجعل ديك المرأة فيها البركة، والوالد غادي يبقى يترحم على الزوجات ديالو الثلاثة، وغادي يقابل القبلة وذكر الله، وغادي يعاونك في البهيمة وفي الفلاحة، وغيجي الخير إلى الأمام. الله يكمل لك الرجاء السي حسن، الله يسهل عليك، وأسأل الله تعالى يكون لك ولي ونصير. اللهم أمين يا ربي يا كريم. نتحولوا من دمنات إلى تارودانت مع أختنا رقية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب كدير لاباس عليك؟ حياك الله لالا رقية، كلشي بخير؟ يا مرحبا بك، اهلا وسهلا بك، الحمد لله شكرا لله. بخير بخير. كنت كنتصل لك في ديك النمرة ديالك، عطاو عليا في الصندار واحد المرة، ما عمرني التقيت معك، هذيك النمرة اللي فيه 17 في الاخر. اييه كنتصل ما كنلقاكش معك، يكون عندي العمل شويه ضيق في الليل في الاذاعه، وبنهار عندي واحد العمل شويه شاق. مرحبا لالا. عندي شي موضوع بغيت نناقش معك الله يرحم والدين. مرحبا. ولكن بغيت النمره ديالك اللي سميتو. واخا اختي، واخا باذن الله. هانتي شوفي صيفط لي ميساج في ديك النمره، وانا ان شاء الله تعالى غنعاود نتصل بك بها باذن الله تعالى. الله يكمل لك الرجاء، وهذه واحد التوضيح، لان الرقم ربما كيجي لي في اكثر من 100 مكالمه في الساعه، وكنلقى صعوبه ملي كنتكلم كيقطع بوحدو التليفون، لان كتدخل في كل مكالمه 10 15 مكالمه في الدقيقه الواحده، وكنلقى صعوبه كبيره باش نقدر نجاوب على المكالمات. وللاسف الله يحسن العوان، كنلقى بزاف ديال المكالمات ناس ظروفهم صعبه باغين مساعدات كثيره وكثيره، خاصه مؤسسه عظمى. كاين اللي عنده أحكام بالإفراغ، كاين اللي عنده شيكات اللي هما في البنكة ومحكوم عليه بالسجن، كاين اللي عنده عملية جراحية طويلة. يعني في اليوم الواحد كتجي تقريبا أكثر من 40 مكالمة، كل واحدة فيها أموال طائلة. كان اللي قدرنا نديروه كنديروه، ولكن كتغلب أحيانا كتغلب وما كتلقاش الجهد، فما عديرة ما عديرة. اللي تقدري الغرض ديالو الله يكمل الرجاء ويبارك الله تعالى في الجهود، واللي تعذر يسمح لنا، ما احنا إلا فقراء وضعفاء تحت ملك الله تعالى. وسبحان الذي لا يمل ولا يكل ولا يتعب ولا يشقى، سبحان الغني. ولهذا كنقول الأحباب ديالنا عندنا واحد الرقم هاتفي لا ينقطع أبدا، واحد الرقم هاتفي ملي كتجيني المشقة نتصلوا به. هذا الرقم هو 244432 أو 244434. هذا الرقم هو لا يتعب، عمرك ما غتسمع شي مخاطب غيقول لك يتعذر علينا الاستجابة لمكالمتكم فإن الخط مقطوع، أبدا. هذا الرقم هذا هو الصلوات الخمس، ركعتين ديال الفجر وأربعة ديال الظهر وأربعة ديال العصر وثلاثة ديال المغرب وأربعة ديال العشاء. ملي نكون مأزم وملي نكون مهموم وملي نكون فقير وعندي الديون ومحكوم عليا بالإفراغ وعندي شاك أمشي به للحبس، ولا عندي عملية جراحية كتطلب أموال طائلة، ولا عندي أدوية، ولا عندي كذا، غادي نتصل بهذا الرقم اللي هو السجود والركوع، ونقول يا الله يا الله يا الله وسبحانك يا الله. ربي عز وجل كيف الرجل عنده، هو الفتاح العليم، هو على كل شيء قدير. وملي كيكون الإنسان ربما بعض المرات الأبواب تغلقت عليه،
غادي يشوف الطاعة ديال الوالدين. الميمة الميمة جعل فيها الله واحد السر من الأسرار. وحنضت واحد البحث غير ميداني بسيط مني الراسي، شفت الناس اللي هما سعداء فوق الأرض والناس اللي هما يا في شقاء وتعب، وقلبت فين السبب. الأسباب كثيرة، ومن بين وسائل الفرج كتلقى الإنسان من اللي كيتأزم كيمشي عند الميمة كيبوس لها الراس ويبوس لها اليدين ويتهلا فيها بشي هدية وكتدعي معاه الميمة. وهذيك الميمة من اللي كتدعي معاه يا الله الله عز وجل يفتح له أبواب الفرج وأبواب التيسير. يروى أن فرعون، وما أدرك ما فرعون، هذا ذنبه عظيم. هذا لم يقع في الربا أو في قتل النفس أو في الفساد، هذا تأله قال لهم أنا ربكم الأعلى. هذا أعظم من الشرك وأعظم من النفاق، أعظم مصيبة الفرعنة. قال لهم أنا ربكم الأعلى. الله تعالى ما عقبوش. سيدنا موسى عليه السلام كيقول لي يا ربي هذا فرعون در معصية عظمى وبقي ما عقبتيش، شحال ديال العباد داروا شي ذنوب غير صغيرة وعاقبتيهم، وهذا علاش ما عاقبتيش يا ربي؟ قال لي الله تعالى كنبغي نعاقبه ولكن استحي منه. قال لي لما؟ قال لي عنده واحد الميمة مهلي فيها. فرعون كان مرضي الوالدين مع الأم ديالو، كيبوس لها اليدين ويبوس لها الراس ويتهلا فيها ويكرمها وياخذ خطرها، ومع الناس كيتأله وكيتفرعن. ربي عز وجل كلما أراد أن يلحق به العذاب كيشوف المعاملة ديالو مع أمه والصنيع ديالو مع هاد الميمة، ربي سبحانه وتعالى فيه الحياء يستحي. إلى أن أدركتها الوفاة ملي مات ديك الأم ما بقى عنده اللي يغطيه، وناداه منادي من السماء ماتت التي كنا نرزقك أو ننعم عليك من أجلها فاعمل صالحا نرحمك من أجله. فرعون ما عمل صالح، فإذا بربي عز وجل أخذه أخذ عزيز مقتدر. كان بغي نقول الناس اللي عندهم المشاكل واللي عندهم الهموم واللي عندهم الديون واللي تتعلم الأبواب، كين باب الله تعالى لا يغلق. ثم ما نسوش الميمة ديالنا، مشي عند أمي نبوس لها راسها نقول لها دعي معايا الوالدة. وربي عز وجل إذا أراد أن ينزل بك العذاب أو يبتليك يستحيي لأنك مرضي الوالدين. وكيقولوا أيام زمان عمر مرضي الوالدين ما يخيب، فهذه فرصة كل واحد منا عنده الميمة دياله هذا النهار يتصل بها هاتفيا أو غدا يحمل واحد الهدية يدق بابها ويسلم عليها ويتهلا فيها ويقول ادعي معايا، وغتشوف بأن الله تعالى حتى ولو أراد أن ينزل بك شي قدر في شدة أو مشقة الله يستحي ويرفع عنك قدر الشدة ودعتك واحد القدر فيه لطف وفيه رحمة. تحية لكل الأم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ونعود إليكم مستمعي الأفاضل لنواصل هذا اللقاء، وأرقامنا دوما مفتوحة في وجه الجميع، نسعد بمكالماتكم وباتصالاتكم. أرقامنا 0522 46 72 50 أو 51 أو 52. ما تزال هناك مكالمات كثيرة من مختلف المدن المغربية الحبيبة، نبدأها من طنجة مع للا خديجة. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم دكتور كريبان. يا مرحبا للا خديجة. كيداير لاباس عليك؟ الحمد ربي ونشكره. عافاك، أنا عندي واحد مشكل وكنت عيطت لك ديك المرة قطع لي التليفون. نعم. وبغيت الرقم تاعك إلا تنحسب. واخا للا خديجة، احكي لنا أولا على المشكل ديالك ولو باختصار. ما قدرت نقول، بغيت الرقم تاعك. وخل لله خديجه، وخل لله باذن الله، وخل لله خديجه. ندوزك الستوندار ويعطيه لك لله خديجه. الله يفرج عليك وربي سبحانه وتعالى يجعل في قدره فرج. وغنتحولوا من طنجه الى مدينه اخرى. الى اين؟ الى اقليم تازه مع لله الزاهيه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيداير الحاج لاباس عليك؟ الحمد لله لاله زاهيه. نعم اسي. يا مرحبا. شحال حاج حنا عندنا شي مشكل بغيت نعاودو لك. مرحبا لاله. بغيتك تدعي معنا، وحنا شي بنات ما تزوجناش لينا خمسه، عندنا شي مشكل ما عرفناش علاش. ما شاء الله، خمسه البنات بعضياتكم باقي ما تزوجتوش. واه. الكبيره شحال عندها؟ واه فايته 40. ما شاء الله. اختي زاهيه انت باش فسرتي هذا الامر هذا؟
باش فسرتي بانك باقي ما تزوجتوش؟ واش العرض اكثر من الطلب، ولا ربما اولاد اليوم كيقلبوا على المراه الموظفه وعندها ممتلكات، ولا كتحسي بان بحال عندكم شي مانع والسعد غاب عليكم؟ باش كتفسريها انت اختي زهره؟ عندنا شحال اللي كنحس بشي مانع، كيجي شي هكا الاخر ما كيوصلش للراس شي حاجه ما كنبان والو. لا اله الا الله. واه الحاج يا اختي، وهادشي كل وارد، وارد الاختي الزاهية بعض مرات الزواج هو قسمة ونصيب، لكن تعترضه بعض العوارض كي العارض في الزواج، بالإضافة إلى القضية المعروفة منطقيا وواقعيا أن الزواج كيخضع لقانون الطلب والعرض بحسب الممتلكات والأطماع الدنيوية، ولكن كيبقى دائما كيحضر العارض كاللي عنده المال وعنده الجاه وعنده الزين وعنده الخير، ولكن مسكين ما العارض ساد عليه الباب. هذا العارض يزول، يزول بأمر الله. هذا العارض اختي الزاهية كيكون إما قضاء وقدر من عند الرحمن، قد يكون أن العائلة تصاب بالعين، والعين حق، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال العين حق، واستعينوا على قضاء حوائجكم بالكثمان، فإن كل ذي نعمة محسود، كيجي الحسد. وكاين بعض المرات كنقولوا يقدر يكون عمل سحر، والسحر توا من الأمور التي تبطل الزواج، يفرقون، يتعلمون ما يفرقون به بين المرء وزوجه، على أي الأسباب كثيرة، كاين العين، كاين السحر، كاين الحسد، كاين هذا كله كتسمى المانع، بالمنطق والعقل غير مفهوم، والمنطق العقلي والإنسان اللي هو واقعي كيعتبر هادشي مرفوض، ما كيقبلوش، لكنه واقع حقيقة، وكي كي كيفكر بتفكير منطقي بأن الأسباب ما تزوجش الإنسان، لأن الشاب كيقلب على امتيازات، كيقلب على شيء عطاء يحصل عليه، ومع ذلك كاين المانع. باش يحيد لنا الزاهية هذا المانع، نبعدوا كل البعد من العرافات. كاين بعض الفتيات الله يحسن عوانهم من اللي كيطول بها الزمان وما كتزوجش، كدا تشتكي للجارات ديالها والمقربين، كيقول لها راه كاين واحد الفقي، راه عنده واحد البركه، غايدير لك كذا وكذا، وراه كاينه واحد الشريفه، راه عندها واحد، وكيبقى يمشي عند بعض الناس وكيستعمل ديك البركه، ماشي بركه فيها القران الكريم وفيها الذكر، كاين ربما يخلط ما بين الرباني والشيطاني، وهنا لخلط بين الرباني والشيطاني عاد كيتزاد العارض. إذا كان الرزق جاي عاد كيوقف. أول حاجة نبداو بها أختي الزاهية أننا ما نمشيوش عند شي واحد كيستعمل شي أساليب محرمة، يقول لك قول لي اسمك واسم الأم ديالك، ويقول لك أجي نرفد لك الخط ديالك، أو غتجيبي لي دجاجة، أو غتشعلي شمعة، أو غديري كذا، هذا كله كيدخل في إطار الشعوذة، وهذه الشعوذة فيها استخدام وتسخير للجن، ومن بعد هو كيدير المانع، ولا مشات ولا الزواج، جا الزواج كيعذب مولاه. شحال من الوحده كتسلك الطريق ما كتزوجش اصلا، ولا كتب لها الله وتزوجات، كيعود داك الزواج ديالها عذاب اليم، كتقول كون نصيب كون غير بقيت بلاش. هاد الطريق غادي نبعدو منها. الطريق اللي غنشدوها هي الطريق ديال التوكل على الله، حق التوكل عليه. ربي عز وجل كيقسم الارزاق، انا غنصبر وغنتسنى حتى يجيني الرزق ديالي، كيف ربي رزق الاخرين انا غيرزقني، وفي انتظار ذلك غنعمر وقتي كله بذكر الله، بالتسبيح والاستغفار، وبالصلاة على رسول الله، وبالصدقات، وفعل الخير، وانتظر الفرج. انتظار الفرج هذا من أعظم المقامات. الإنسان اللي كيدير لي عليه صلى وصام وتصدق وكينتظر الفرج، والفرج طوال عليه وباقي مازال ما جاش، هذا مقام عظيم اللي حب الله هو اللي كيعطي له، وربما كيعطيش إلا لمن لمس في قلبه صلابة الإيمان. أما اللي قلبه فيه ضعف الإيمان كيقول لي يا جبريل اقضي حاجته فإني لا أحب أن أسمع دعاءه. لكن اللي كيطول في الفرج كينتظر كينتظر كينتظر، أنا ذاك الله عز وجل يصطفيه ويجعله من أهله وخاصته. لالا الزاهية، واش كتعرفي بأنك هناك أولياء الله صالحين حقيقة موجودين؟ هاد أولياء الله الصالحين بماذا وصلوا إلى هذا المقام ولو من أهل الله ومن خاصة الله؟ لأن الله عز وجل أغلق عليهم الأبواب ولم ييأسوا، بقوا كيديروا الأسباب، كيصليوا كيذكروا الله تعالى، كياخذوا بالأسباب الدنيوية، وربي ما عطاهمش، وهما مازال صابرين وكينتظروا الفرج.
في ذلك الانتظار اصطفاهم المولى عز وجل فأصبحوا من أهله وخاصته. فدائما المؤمن ربح في جميع الحالات، هو ديما ربح، عمره ما كيخسر. لالا الزاهية باش ربي سبحانه وتعالى يجعل حياتكم زاهية وطيبة وسعيدة، غتبدا انت والأخوات ديالك ذكر واحد واضبوا عليه، ربي غيجيب فيه فرج غير بالنية. هذا الذكر أكثر من الصلاة والتسليم على رسول الله، صلوا عليه وطلبوا من الله يشفع لكم هنا في الدنيا قبل الآخرة، يشفع لكم الله تعالى بأن يرفع المانع، إذا كان من السحر يفك، إذا كان من العين تبطل، إذا كان من الحسد يرد، وإذا كان قدر ديال الله تعالى ربي عز وجل يغيره ويبدله بقدر فيه رحمة وخير. صلي كثيرا على رسول الله بلا عد ولا حصر، وقول يا رب ارزقنا رزقا طيبا، وغتشوفي بأن الله عز وجل إلا وضبعتي على هذا الصلاة على رسول الله 40 يوم بالمواظبة ليل ونهار، غتلقاي بأن النتيجة غتكون زاهية، فرحة في قلبك وسرور في بيتكم، ثم رزق وفير يطرق بابكم، وغادي يكون إن شاء الله النعيم والسعد كله حواليكم. الله يكمل لك الرجاء للزاهية أنت والأخوات ديالك وجميع بنات المسلمين. نتحول من تازة إلى إقليم أرفود مع أخينا سي البشير. السلام عليكم دكتور، لاباس عليك؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سي البشير. كيفاش دكتور لاباس عليك؟ يا مرحبا بخير. الحمد لله خويا البشير. وحشناك دكتور. الله يرفع المقام ديالك مولاي. كلشي بخير ياك هاني لاباس عليك؟ الحمد ربي ونشكرو سي البشير. كيداير الوليدات كيداير العائلة؟ ولله الحمد والله الحمد ربي ونشكرو على هذا النعيم. الله يبارك فيك دكتور. أكرمك الله مولاي البشير. كنت وحشوك دكتور والله إلا كنت وحشوك، وكنشكرك بزاف على هاد المجهودات اللي كدير وهذا الشيء اللي كتعمل لهاد البلاد. كنشكر هاد الإعلام، كنشكر هاد الإعلام الحمد لله اللي عطى الحمد لله الأخير في هاد البلاد اللي راه كتقدم هاد البلاد بالفضل ديال الملك الحمد لله اللي كيجري من جميع الأنحاء مسكين كيمشي الله يعمر ربي يعاونه ويعاون هاد المسلمين ويعاون هاد الرجال يا ربي يا كريم. وسبحان الله العظيم دكتور والله العظيم إلا كتحيد عنا الهموم والله يا دكتور. إلا كان جينا بالزربة خصني نتلقي الإذاعة ديالك باش نتسنطك، ما على الخدمة كنخرج كنرتاح كنتوضى كنصلي خصني فوق باش نتسنطك الدكتور قريبا. الله يعزك أخويا البشير الله يرفع مقامك. كنشكروا الإذاعة ديالك المحبوبة، كنشكروا الجنود الخفاء اللي كيعملوا معاك دكتور. الله يعزك مولاي. الله يحفظكم ودكتور هاد الناس هاد الأزواج وهاد الشيء واحد الرسالة كنشوفوا المجتمع المدني ولا مسؤولين ولا علماء ولا فقهاء الأئمة ديالنا نبقى نعطوا واحد الدروس في الخطبة على حساب الزواج ونديروا نشوفوا كنديروا شي تعطيره دكتور. يا خويا نعم معقوله ندير واحد لاننا بالحكم الحمد لله لينا كندير واحد المجهودات اللي غادي ان شاء الله نخدم على المملكه ان شاء الله، ولكن كنطلب انا الناس اللي يعاونوني ويساعدوني اللي باغي نعطي لهاد البلاد حتى انا واحد المجهودات جباره وكنموت انا الحمد لله عطيت في الارمي ومازال باغي نعاود نعطي لهاد الوطن. كنحب انا الملك بزاف، كنحب الملك الهمم ديال هاد البلاد اللي كيجري وكي الحمد لله. وانا كنشوف انا راني ما خايف ما حتى شي بلاد دكتور، مشيت انا من طنجة حتى للداخله. تبارك الله تبارك الله. وباي بلاصه كنعرف الناس وعندي واحد الشعبيه والحمد لله كنفتخر بهذيك البلاد ديالي اللي في ارفود اللي في الرشيديه هو في ذاك الماراثون ونجحنا بالفضل ديالك دكتور حيت دوزنا عندك في الاذاعه. الله يكمل لكم الرجاء. ولقيت واحد الاستقبال في هذاك السيد اللي هضر مع الدكتور قريبا كيقلبوا عليا. لا اله الا الله سي البشير الله يكمل لك الرجاء اخويا سي البشير. انقطع الخط مع سي البشير. حنا كنشكروك على هذا الروح الوطنيه اللي عندك سي البشير، وانت الحمد لله واحد من رجالات هذا البلد اللي رغم ضعف الامكانيات ولكن عندك الاراده قويه. والماراثون كيعلمنا الصبر وكيعلمنا المسافات الطويله وفيه ترويح عن النفس وفيه اكتشاف لمدخرات هذا الوطن. ملي كنقوموا بالماراثون من مدينه لمدينه من قريه لقريه من متجر الى متجر كنكتشفوا الطبيعه ديال الوطن وكنكتشفوا الجماليه ديال هذا البلد، وكيوقع صله الارحام ما بين مدينه ومدينه ودوار ودوار وقريه وقريه. والحمد لله كيربي فينا العزيمه والاراده والجهود العظيمه. كنشكرك السيد البشير والله يوفقك الخير، كنتمنى ان شاء الله تبقى دائما صديق البرنامج ودائما توافينا بالجديد في هذا النشاط. وكيف قلتي
هذه القضية ديال الأزواج لابد أننا نوضع واحد النظام مؤسساتي باش يقدر يحمي الأزواج من هذه الصراعات. ربما لحد الساعة كاين نظام ديال العدالة ديال العدولات والنظام ديال المحكمة والمحطة الطبية، ولكن مازال كاين واحد الحلقة مفرغة هي التوجيه والإرشاد النفسي. خاص لابد الأزواج قبل ما يدخلوا القفص الزوجي كيف كيجيبوا ورقة من المقاطعة في وزارة الداخلية بأنهم لم يسبق له الزواج، وكيف كيجيب واحد ورقة من وزارة الصحة بأنه خالي من الذنوب من الـ 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 الأمراض المعدية، وكيف كيجيب واحد ورقة من وزارة العدل بأنه لم يسبق له الزواج من قبل وبأن عنده على ذمته امرأة واحدة والحالة المدنية وغيرها. كذلك خاصه واحد الحلقة مفرغة ضائعة هي يكون واحد نظام مؤسساتي ديال موجهين في علم النفس وعلم الاجتماع اللي يعطوا توجيهات قبلية لهؤلاء الشباب والشابات في مقتبل العمر باش ما يصطدموش بذاك الواقع المرير وفي سنة أولى زواج يفشلوا ويبدأوا ينادوا بالطلاق، ورب سبحانه وتعالى يكرمنا في القريب العاجل. نتحولوا من أرفود إلى الدار البيضاء مع أختنا صباح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مامي قريبا لاباس عليك؟ الحمد لله. صباح الحمد لله. يا مرحبا. كنشكرك على البرنامج وأنا متسابكة ما عرفتش هنقول. يا أهلا وسهلا بك لاله صباح. غير نسمعوا الصوت ديالك راه في خير كبير. ربي يخليك سيدي. أنت لاباس عليك؟ الحمد ربي ونشكره لاله صباح. كنشكرك على هذا البرنامج وانا هذه الاذاعه عزيزه عليا كنصنت لها يوميا. يا مرحبا. اش كيعجبك في الاذاعه بزاف لاله صباح؟ بصراحه البرامج ديالكم كاملين كيعجبوني وبالخصوص البرنامج ديالك. شكرا ليك على هذه المجامله. استفدنا بداك الشيء اللي كتقول وداك الشيء المهم استفدنا منك بزاف الحاجات والله. الله يحفظكم لله. الله يحفظكم لله. الإذاعة ميد راديو هي منوعه، يعني كتحتوي شويه ديال الترفيه، شويه ديال السياسه، شويه ديال الطبخ، شويه ديال قضايا المراه، شويه ديال البرامج ديالكم كامله كتعجبني كامله، شويه ديال الدين. هي منوعه الحمد لله. وقناه الاسره اللي كيجمع بيناتهم هي قناه تاع الاسره. الاسره كتجمع وليدات والاب والام ويبقاو مجموعين كاملين. داكشي اللي كاين سيدي ربي يخليك. بغيتك سيدي تدعي معنا نعم لاله صباح. انقطع الخط لاله صباح. معذره بقي معنا لاله في ختام الحلقه ندير واحد الدعوه ديال الخير، ورجاء رفعي معنا يدك الى السماء وقولي معنا امين في ختام الحلقه، وربي سبحانه وتعالى يحقق لك الرجاء ويجعل ايامك كلها بالافراح والمسرات لاله صباح. وغنتحولوا من دار البيضاء الى مراكش مع اختنا لاله فاطمه الزهراء. فاطمه الزهراء السلام عليكم. عليكم السلام دكتور كريده. اهلا وسهلا لاله. مرحبا سيدي. اسمح لي واحد في راحت اول مشاركه اليوم اذاعيه. واحنا محظوظين اننا نحظى باول مكالمه اذاعيه من فاطمه الزهراء، وان شاء الله تكون هي البدايه على طول باذن الله. شكرا. كنشكرك بعدا على هذا البرنامج وتبارك الله عليك. شكرا لك لاله فاطمه الزهراء. بغيت نستفسر معك دابا حاليا انا مخطوبه. نعم ياك. ولكن صراحة شوية متخوفة بزاف من هذا الزواج. اشنو اللي خوفك فاطمة الزهراء؟ دابا انا يعني الانسان اللي متزوج بيه بنات كانوا في عائلته. مع العائلة ديالو؟ اه. عنده امو الخواتات والخوت؟ عنده خوت كثار وكلشي مزوج وساكنين في دار واحدة. عنده جوج خوت دراري. نعم. عنده اخته بوليداتها. اييه. وكل شيء ساكن في دار واحدة. والأب والأم ديالهم فارقين. أهل الأم والأب فارقين. ما شاء الله. وفاطمة الزهراء بالنسبة لهذا الزوج أو هذا الخطيب واش عنده القدرة أنه يدير سكن مستقل؟ لا ما عندوش. ما يمكنناش حاليا. هو واش نقدر مشى شد واحد الكريدي دابا أنا فاش تعرف عليه لقيته ديجا شد الكريدي. واش صلح لي الدار وهذا. شوف يعني ما يمكنليش دابا السالير ديالو يعني تقريبا لا مواتي ديالو كتمشي بالنسبة الله يحسن العوان. راه الله يحسن العوان. الشباب كيكون يعني باقي في بداية الحياة والمشكلة. لا انا ماشي مشكلة. انا بروبوزيت عليه انا نخرجو ونراهنو يعني قلت انا كاع نحط فلوس الرهن هادو، ولكن هو قال لك لا غادي تجي قاصحة يعني مع مصروف وشحال من حاجة ما غاديش يقد.
ما شاء الله ما شاء الله. فاطمة الزهراء في فترة الخطوبة كنكون فرصة أننا نتعرفوا على العائلة وكنتزوروا بعضياتنا وكنشوفوا واش نقدر نتعايش مع هذا المجتمع الجديد. أنت فاطمة الزهراء هذا هو المشكل عندي، وأنه عائلته هو يعني ما تمشيش أنا عندهم بزاف. تخيل معي دابا راه مشى 5 شهور دابا باش تخطبنا ما عمرهم عيطوا لدارنا. وخاصة في التقاليد الشعبية عندنا في المغاربة التقاليد يعني نورمالمون خصهم يعيطوا باش تشوف كتكون واحد العرضة متبادلة يعني ماشي دارنا يشوفوا نعم بدون تكلف ماشي كيسكن غير العرضة ولكن غير باش يعرفوا ديك العائلة كيفاش دايرة يعرفوا بنتهم فين تسكن يعرفوا الأجواء كيفاش دايرة وهما حتى هادشي ما تدارش ربما يعني لأن الظرفية ديالهم الأم والأب مطلقين والخوت مزوجين كلها مشغول في باله كلها مشغول في الهم دياله ممكن ما عرفتش شنو السبب في الحق ولكن ديني صراحة حيت حنا كبرنا بواحد العائلة يعني الصواب والآداب وهذا ديني هادشي بحال إنسان ما تيكبرش بيك ما تيديرلكش بلاصتك ما شاء الله يا ما هناك مفاجآت في العلاقة الزوجية غير استعدي راه كاين مفاجآت كتوقع ولكن الإنسان ماشي غادي يغير الكون هاك الشيء اللي خلق الله عز وجل وغيحاول ما أمكن يتأقلم مع الأجواء اللي كيهم فاطمة الزهراء وهذا السيد كما قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من جاءكم ترضون دينه وخلقه هذا السيد هذا إلا كان الدين دياله والخلق دياله فيه الحمد لله ما يكفي راه الحمد لله عنده ما يكفي وكيبقى الامور الدنيويه قلت يا دكتور واحد يعني انا في النهار الاول فاش تعرفت انا حيت انا طرت لي طريق الخدمه هنايا مزيان خدمت بديت الخدمه لقيت هو كاين ديجا تما دوزت واحد الشهر بحال هكا ديجا الدار ناخذني مزيان النهار الاول فاش تنعرفو كان تي كمي ما تيصليش شحال من حاجه اييه ولكن حاليا دابا قطع الدار مزيان الحمد لله اذا هذا السيد هذا عنده القابليه للتغيير الى الاحسن حيت كاين هذه صفه ايجابيه راه ما سهلاش راه كاين دابا اللي ما كيبغيش يتغير كيقول للمراه النهار الاول عشت هكا قبليني هكا دابا هذا السيد هذا عبر على انه الحمد لله في قلبه الخير وباغي يدير الاصلاح وقلع عن التدخين وبدا كيصلي هذا فيه الخير يعني اعبر على النتيجه ايجابيه مزيانه وربما فاطمة الزهراء مادام انه عبر على الامر هذا كاين الامكانية انني في الاول نجرب نعطي من دابا نتفقوا بعضياتنا انني نقدر نعيش مع العائلة ديالك الكبيرة وإلى لقيت معهم الراحة والطمأنينة الله يكمل بخير ومزيان الجماعة رب يد الله مع الجماعة لكن إذا قدر الله ولقيت ربما شي مشاكل أو شي صراعات من دابا اقترح عليه باش انه يكون عنده استعداد انه يدير لك سكن مستقل انا اقترحتها عليك قال لي هو دابا انت ما تعرفيهمش غادي تزيد تسكني معاهم الا وقعوا مشاكل لا مرتاحين واش غادي نخرجوا في حالاتنا اييه كنديروا هذا التوقع ونتمنوا الخير معايا وهذا وصافي نتمنوا الخير وكاين الحمد لله بعض العائلة الطيبه ملي كيسكنوا بعضياتهم كنلقاو الموده والرحمه وكيكون عندهم النزاهه ديك الجماعه ديال العائله فالنزاهه راه القضيه لاله فاطمه الزهراء راه غاب القلوب راه الناس ايام زمان راه الاسره المغربيه هذه واحد 30 عام راه كانت هذا هو الواقع كان الواقع بان الناس كيعيشوا في دار وحده كتكون عائله نوويه فيها الجد والجده والاخوه والاولاد والحفاده ومجموعين واكلين وشاربين وعيد واحد وقميله وحده ومرتاحين وشي كيربي ولاد شي هذا الشيء راه تغير في المجتمع ديالنا واحد 30 عام ولا كل واحد كيقول نفسي ممكن ربما تفاجئي بوضعيه طيبه انا حيت كنشوف راسي كيفاش داير انا طبيعي انني واحد يعني ما تنصارح ما تنصبرش بزاف وطبيعي ديما كنبغي نكون بوحدي ما كنعجبنيش واخا كنكون عفوا دارنا وما تنجلسش مع مولاي الدار يعني اغلبيه تكون بوحدي في بيتي احسنتي فاطمة الزهراء مازال الانسان يكتشف الطبيعه ديالو باش يعرف واش هو اجتماعي واش هو كيبغي الجماعه ولا كيبغي الانعزال ما كثير وانا يا فهمتي عليا ديما نجرجر في الشيء فهمتي نلقى راحتي بوحدي ما شاء الله فاطمة الزهراء الدار العائليه واش انت غتكون ان شاء الله عندك كوزينتك بوحدك بارطماتك بوحدك ولا مشتركه هذا حنا نسكنوا بحال قلت الفوق الفوق البيت وهذا والدوش والطواليت نعم. الكوزينه مشروكه كل شيء لتحت كبداية لا بأس بها كبداية على أمل أن هذا الزوج يكون عنده إن شاء أو الخاطب يكون عنده إن شاء الله تعالى القدرة والتفكير المستقبلي أنه يبني حياة مستقلة وسكن مستقل إما عن طريق الكراء أو الرهن أو الشراء لما لا ما تعرف تدخل عليه بركة مسعودة وربي فيض عليه الرزق كبداية أولية
عفوا دكتور من سؤالك آخر سؤال لك كان ممكن. مرحبا لله. أنا من واحد ناحية تنحس به هو تي يعني تجرب بزاف لدارهم خوته وموتي يعني تنحاولوا نشحو مرة تنعوف شي موضوع متي بيش يتقنع مني تيهضر معه ومتي دغية صفيتي بتلا رأيه. هو طبيعي ان الانسان انشا مع واحد العائله هذا فيه الخير لان الا كان انسان اللي يعني انا ماشي تنقول هذه حاجه مزيانه يعني الا كان فيه الخير للمراه يكون فيه الخير حتى ما في خير في والدي ما في خير هذا يقدر يغدر اي واحد يجي على يعني داكشي دابا انا واحد الحاجه صراحه دكتور ما عجبتنيش دابا حنايا في التوجيهات هادشي تنوجدوا هذا مثلا الخاتم قال لك الخاتم جابته جابوا دارهم خوته بالنسبة لك شيء تحويز ديالي وده قالك ما تمشيش معايا بدي اختاروا لك دارنا مو قالك بيمشي دار وامو وانا صراحة ماشي عندي مشكل في هذا الشيء انا خلت نلقى معا مشكل من انا القدام من القدام اللي حاجة نقول عليه بدي يقول لي خصني نتشاور مع دارنا هي فاطمة الزهراء شوفي بنتي راك يقول لك بان الراجل كيتربى مرتين في الاول رباته وميمته ورباوه الخوته وعائلته المرة الثانية غتربيه مراته على الطبع ديالها حتى الراجل هو كيربي المراه المراه رباها باها في الاول على واحد الطبع ثم من بعد راجل كيعاود يربيها الا كان عندنا غير الخاطر واسعه راه كلشي غيتسهل كلشي غيتسهل وفاطمه الزهراء علاش عندك تردد قبل حاولي لله ديري الاستخاره استخاره ما ندم من استخار وما خاب من استشار استخاره مع الله عز وجل هو عموما هذا الشاب هذا الحمد لله راه في صفة طيبة كتمنى كل شابة شاب كيصلي مقلع عن التدخين ودعا إلى محترمة دار السكينة ديالو في هذه الأزمة الاقتصادية العالمية راه الحمد لله صفة إيجابية وحسنة أنا ننصحك فاطمة الزهراء بحال أختي الصغيرة غنقول لك توكلي على الله قولي بسم الله توكلت على الله وخلي على ربي وربي غادي يعاونك والبداية راه جيدة عندك راه كاين السكنة الحمد لله ما عندكم لا كرا لا والو وعندك بيت في السطح انت والطبيعة والنجوم والسماء والفضاء راه نعمة عظيمة هذه والعائلة واخا انت عندك الطبع تربيتي على انك تبقي بوحدك حاولي ما امكن انسان ممكن يغير نفسه يكون اجتماعي ولو للحظات انت غتكوني خدامة نهار كامل وانت غيبة في العمل وديك السويعة اللي غتجمعك مع العائلة حاولي اعطيهم الصواب ويعطيك الصواب وامقوا مجموعين وغتساعدي ملي غتولدي وغتبقي وليداتك تطمئني عليهم غادي يكونوا مع عمامهم وخالاتهم وعماتهم غتفرحي بانهم الحمد لله في الدار الكبيره مجموعين سولي دوك اللي جالسين بوحدهم في الديور ملي كيولدوا الاولاد كيحصلوا شكون اللي غادي يربي لهم ولادهم شكون اللي غيشد لهم وليدهم كيعياو كتافهم كيطيحوا فكتقول يا ربي كون غير كان شي واحد معنا في العائله يعاونني راه كل حاجه فيها النعمه وفيها شويه ديال النقمه والحياه هكذا خلق الله عز وجل كان بامكانه سبحانه وتعالى يسوي الامور كلها ولكن بحكمته البالغه كيعطي شوي وكيمنع شوي وينظر كيف تصنعون فاطمة الزهراء الله يكمل لك الرجاء بنتي الله يكمل لك الرجاء الله يكمل لك الرجاء قولي بسم الله وتوكلت على الله وسيري مع هذا الشاب وديري النيه وربي سبحانه وتعالى ما غيخيبكش تدخلي ان شاء الله مباركه مسعوده يلا عامين ثلاث سنين وربي يغنيكم من فضله وتاخذوا شقه مستقله وتعرضوا على العائله وغتكون ان شاء الله الخير هذا الشاب راه في الاول عبر على الخير لما بدا كيصلي وقلع عن التدخين ودق الباب راه انسان ناوي الخير وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيقول لنا لا ينطق عن الهوى من جاءكم ترضون الدين هو خلقه جوج اشياء الدين والخلق راه المال كيمشي ويجي الدين والخلق هما السمة البارزة مادام عنده الدين والخلق قول بسم الله توكلت على الله والله يكمل لكم الرجاء ونصيحة للبنات ديالنا والاخوات ديالنا ما يطرحوش بزاف ديال الشروط في العلاقة الزوجية لان بزاف ديال البنيتات كتجي واحد الفرصة واحد النعمة عطاها الله تعالى وملي غنبقى نطرح الشروط ربما ديك النعمه كتمشي هذه نعمه جابها الله بسم الله توكلت على الله والله يكمل الرجاء وغدير النيه وغتفوز فوزا عظيما اتمنى من الله تعالى لنا فاطمه الزهراء ان يسعدك ويفرحك ويجعل زواجكما ميمونا ومباركا اللهم امين يا رب يا كريم. نتحول من مراكش الى الرباط مع اختنا حياه. السلام عليكم الحاج. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا فرحانة يا الحاج ما يتشد لي الخط. يا أهلا وسهلا بيك لالا حياة. حيت كاع البيبان كلهم دقيتهم مسدودين ليا. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. ديما
ما كانت صمت لك الحاج كل ليلة كل ليلة كل ما عمرني ناس وأنا ما بكيش. الله يفرحك لله، الله يجعل هذه الليلة آخر الأحزان يا رب. ليلة كان ناس مظلومة. الله 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 ما شاء الله ما شاء الله. للا حياتي اش وقع لك للا؟ أنا عندي مشاكل مع الزوج ديالي. لا حول ولا قوة إلا بالله. ما عمرني حسيت باللي راني أنا مزوجة ولا عايشة حياة سعيدة ولا بحالي بحال العيالات ولا لا، ديما كنشوف راسي ناقصة. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله وما كندير ليش كون كنت ندير لي شي حاجة نستاهل هادشي اللي طرا ليا وأنا كنت ظالمة ما تيهمنيش، يعني هذاك الجزاء ديالي من عند الله سبحانه. لا إله إلا الله ونعم بالله. ما طلب حتى شي حاجة منه، بغى نعيش وبغى نحس باللي أنا مزوجة يعطيني قيمة بحالي بحال العيالات. إيه هذا حق من الحقوق ديالك لالا حياة. ونزيد كدكتور واحد نقطة واحدة أخرى، هو راه عنده مرة الأولى وتزوج بيا أنا الثانية. إيه ولا من بعد ولات حياتي كلها جحيم معها، عندي بنية معها. ما شاء الله حياة اختي، هو ده كان مزوج، وعلاش طلبك مرة تانية للزواج؟ واش كان ما كانش سعيد مع الأولى ولا ربما ما كانش كي ولاد ولا غير بغي يعدي القول ديالو؟ هو ما كانش سعيد وأنا ما كانش، يعني كنت راك عارف الصغور إيه؟ عارف الطيزام ديال البنات الصغار إيه؟ المراهقة تلقيت معاه صافي، غواني بالفلوس الدار، يعني وفر لي كل داكشي كاع اللي نحتاج. وكنت انا ديجا بعدا انا الوالده ديالي مطلقه من الوالد ديالي. اه ما شاء الله. وكنت كنحس باللي وانا بوحدي اللي عندها. الله، وكتقلبي على الحنان، كتقلبي على مستقر. لقيت فيه با، لقيت فيه با، درت فيه امي، درت فيه خويا، درت فيه اختي. الله 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 ما شاء الله، عطيت حياتي كلها ما شاء الله. حياة في الأول كان معك مزيان في الأول؟ كان ونعم الرجل ما شاء الله. ونهار عرفت مراته باللي تزوج وديك المشاكل، وراك عارف إيه. أي وحدة ما كتقبلش المرة الجايه، نعم. ومع ذلك تقبلات وولدت بنتي وجات عندي حتى المحالي وكلت طعامي كلت شرابي، مشيت عندها المحالها كليت طعامها وكليت شرابها، يعني هي راضيه على الوضع وانا راضيه على الوضع. هذا وضع شرعي، هذا وضع شرعي راه حلالا طيبا. ما عادلك دكتور، ما عطينيش قيمه، ما عطينيش قيمه، ولا كيميل ليها بزاف، ولا كيمشي ليها، ولا تيجي يقول لي هذيك مراه عليك، هذيك مت ولادي. انا كنقول لك انا راني مت بنتك. هذا أدار الله يحفظ. قلت له انا ما طالبه منك حتى شي حاجه، اعطيني حقي في الدنيا بحال اي مراه، ويعطيني مصروفي وتهلا فيا. إيه هادشي اللي طالبه، ما بغيتك تكسيني، ما بغيتك تسبطني، ما بغيتك ديك الماكله اللي كتجي تعطيها ليا كيعطيني الماكله في الباب، بعد المرات ما يدخلش بحال اليوم، ما عطاني المصروف في الزنقه. قال لك اعوذ بالله، حرام، هذا ظلم، هذا ظلم. وملي كيجي وبغيت واحد السؤال دكتور وبغيت تهنيني فيه. إيه لا لا، ملي كيجيك ديما الصداع، ديما المشاكل، ديما كيدير حتى كنبقى نضرب راسي ونغوت ونوكل فيه سيدي ربي اللي هو عالي وعالم على كل حال ديال كل واحد. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، كنوكل فيه سيدي ربي ونجلس الأرض. لا حول ولا قوة إلا بالله. وفي الآخر ملي تيقول تيقول لي بغيت حلالي، واش انا كان انت ما عطينيش قيمتي، كتمشي تغبر كتمشي تغبر عليا، وملي كتجي كتقول لي انت كتمنعيني من حلالي. انا ما كان كيقول لي الملك ايكا غادي يبقى تفلع لك. لا هذا استغلال ربما للحديث، فعلا الحديث النبوي الشريف ان الرجل اذا دعا امراته ورفضت تبيت الملائكه. إذا كانت الحياه الزوجيه مستقره رفاهيه، نعم، اذا كانت حياه مستقره في الوضع، لا نغبر، نمشي نغبر دكتور، وملي نجي وندير صداع والمشاكل ونغوت وندير منه وتهيني في شرفي يا دكتور. اعوذ بالله، انت زوجته على عصمته وام ولده، خاصو يحترم الشرف ديالك، شرفه من شرفك. واه دكتور، وقع سوء تفاهم بيناتنا، ومشيت في حالي لدارنا ودرت الدعوه ديال الطلاق. الله الله، وجات بعني وجاب الناس ولاح العار علينا، وقال لك انا تبدلت وانا راني وليت كنصلي وانا وليت عارف بيني وبين الله، وان شاء الله غادي نتبدل وغادي نزيدو، وانا ما بغيتش هاد البنت اللي بيناتنا غتضيع.
إيه مزيان يعني. وكنقول صافي يعني كنقول الراجل الراس ندم ندم المغطي احسن من الراس المعري. إيه لا لا ضلوا راجل ولا ضل حائط كي كيقولوا مقبل. إيه لا لا جيت سيدي يا مولاي جيت لداري وجيت ما بيا ما عليا دخلت شوي شوي الراجل جلس معايا 3 ايام ولا تغير عليا ما شاء الله. لا ولا اختي بغيتك يا دكتور غير دعي معايا يا دكتور يا ما بغى حتى شي حاجه من الدنيا. لا اله الا الله. لا لا حياه غير صبري شويه. دابا دابا هذا الزوج راه في الاول ملي هو كان متزوج وجا عندك انت راه كيف انت شفتي فيه بان فيك فيه باك فيه الاستقرار فيه الامان حتى هو شاف فيك واحد المراه فيك فيك الشباب فيك الحيويه فيك النشاط ربما ملي يجي للدار علاش نطرحوا السؤال علاش كيحط ديك التقديه في الباب او المصروف في الباب وينصرف. حاولي اختي حياه انك تغيري منهج الحياه ديالك شي شويه. حاولي حاولي ما امكن المراه الشاطره المراه الذكيه المراه الدبلوماسيه هي ما تخليش الزوج يضيع منها. الرجل منا راه كيبغي واحد الكلمه طيبه وكيبغي كيقول لك كيقولوا في المثل الشعبي المراه اللحلاحه اكثر من المراه السحاره. حاولي ما امكن هذا الزوج ديالك. وملي كان ملي كنبغي نرضيه ونبغي زعما نهضر كنقول ليه راك بغيناك راه بنتك بغاتك اجي عندنا راه هادي تيقول لي انت كتمثلي عليا الافلام الهنديه. ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله. دابا انا كيف ما درت معاه حرت الا ضحكت في وجهه وعطيت له الابتسامه واهتميت به وكيقول لي لا داكشي غير كتمثلي. ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله. واليوم ملي تناقشت انا وياه خرجت قلت ليه شتي بلا ما تعذبني يا ولد الناس كي تلاقينا نتفارقوا. الله يحفظكم الله يحفظكم. جيب لي براسي وعيبو عاري اللي جلست عندك في الدار. الله يحفظكم على الحياه الله يحفظكم. ويقول لي غدا مع 11 ديال الصباح غادي نجيب لك براتك ولقاك جامع حوايجك. اعوذ بالله. لا اختي حياه ما وصلتش هادشي كله. انت عشتي حياه اسريه مع الوالده بوحدكم والوالد غائب. انت شدي في هذا الرجل بيديك وبسنانك. بغيت نشد بيد سناني وبيديا ولاني راه تيقهرني بتعاملاته وبهدرته. غيتغير ان شاء الله غيتغير. ويغبر عليا وما يعطينيش بنتي براسها وليت دخلت في هذاك الخوف وليت كتشوفو كيجي كيبقى يغوت عليا كيبقى يهني كيبقى تيضربني كان تيضربني ما نكذبش. اعوذ بالله. حياتي اختي كان المفروض انه خاصو يقسم بالعدل بين الزوجة الأولى والزوجة الثانية. داكشي اللي باغية ما باغا حتى شي حاجة دكتور. خصو بالعدل. باغا غير يدير العدل بيني وبينها. نعم. ويعطي القيمة لبنته. أييه. بغيت بنته تسبي، بغيت بنته تقول راه واخا كتقول لي بابا ماما كتقول لي ماما يلا نمشيو في حالنا لعند أمي الواز. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما نجلسوش ماما هنا نمشيو ماما لديك الدار ديال أمي. لا اله الا الله. هو اختي حياه خصو يعطي العدل ليلة هنا وليلة هناك واللي شرى لهذ الاولى يشري الثانيه ماشي يقول بان الاولى عندها امتياز. انا ما نسمح ليش يا دكتور والله ما نسمح ليه الى يوم الدين. لا اله الا الله. لا اختي حياه ربما لقدرتي الا قدرتي تغلبي نفسك وتقولي شوف انا مسامحه لك هنا وله واعطي ابتسامه طيبه اعطي ابتسامه طيبه غير حتى الرجل منا في شويه العناد ملي كيقول هكذا كيزيد يعند. نقول نحاول واحد الطريقه ذكيه كيستعملوها بعض العائلات الحدقات هي انني غنمسك الدموع ديالي وغندير الابتسامه وغنخلي ما نقول لي والو غنخليه هو يشتاق لدارو ويشتاق لوليداتو ويشتاق للمراه ديالو وغتكثر عليه من الكلام الحلو الكلام الحلو. واه دكتور. لا اله الا الله اختي. اللي درتها لا اله اللي درتها دكتور ما كديرش معاه. ما شاء الله الله يرضي به ردا جميلا. الله يرضي يا دكتور دائما الله يفرج عليك لاله حياه الوالدين. الله يفرج عليك لاله حياه يا رب. الله يفرج عليك يا رب يا كريم. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ربي عز وجل دار لنا التعدد لشروط معينه الا كان الزوج ربما محتاج الاولاد او كانت عنده قدرة رجولية قوية أكثر من العادة أعطانا الله عز وجل هذا فتح لنا باب ديال التعدد ولكن دار ليه شروط ودار ليه التزامات ومقتضيات قوية من بينها العدل ما بين الزيجات بين المرأة والمرأة العدل يعني أنه إلا جاء عندي ليلة ثانية ليلة إلا جاب الهادي هدية الأخرى هدية وكيعطيهم دائما بحسب بالعدل والمساواة وقد جاء التحذير من الرجل اللي كيتزوج
جوج عيالات وكيفاضل بيناتهم. يبعث يوم القيامة الله يحفظ نصور هكذا كيتبعت هو بحالة عنده إعاقة في شقه الأيمن أو الأيسر لأنه كان كيميل هادي وكيظلم هادي. كما أن هناك في الحديث أن المرأة التي تتمنى عن زوجها بغير عذر تبيت الملائكة تلعنه حتى تصبح، كذلك الرجل الذي يعذب هذه المرأة ويهجرها بغير سبب مقنع ويمنع عليها المصروف أو يتكبر ويمن عليها حتى هو راه تبيت الملائكة تلعنه حتى يصبح. راه هذه بتلك بعض الرجال ربما بسوء تقدير كيوقع هذا الواقع. وكذلك كنبغي نقول للحياة المرأة الحاذقة، المرأة الذكية، المرأة الدبلوماسية تستطيع أن تصطاد زوجها ويعود إليها بالكلمة الطيبة. للحياة كنشوف الحزن طغى عليك بزاف وكنشوف بأن السياط تاع الألم كثرت عليك بزاف حتى أنك وليتي كتواجهي المشكل بالدموع وبالبكاء. هوني عليك أختي حياة، خذي النفس، جلسي مع ممتك في الدار واحد اللحظة، خلي معك بنيتك وما تسوليش فيه، خلي ما تسوليش فيه وخليك مع الله تعالى، وكتري من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حطيه في راسك وبقي تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. والصلاة على النبي باش ما استخدمناها، نستخدموها في جلب المحبة. جلب المحبة نعم فيها جلب الرزق، فيها جلب الحظ، فيها جلب القوة، وفيها جلب المحبة. بقي تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ووضعيه في المخيلة ديالك، وما تكلمي معه، ما تجادلي معه، ما تخاصمي معه، خليه ولا تصل بك، جاوبيه بابتسامة وبقلب سموح وسليم، وغتشوفي ألالة نجاة بأن واحد المحبة عظيمة سوف تستقر في قلبه ووجدانه وفي سويداء قلبه. غتلقيه هو كيقلب عليك وكيدق عليك الباب وكيقول لك سامحيني يا بنت الناس تعديت عليك وظلمتك، وغيتسألوا المحيطين بك هاد المحبة منين جاتو، وربما غيقول لك وقيل عندك شي فقيه صحيح تعاملتي معاه حتى جلبتيه عندك. قل لهم الفقيه هو الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها المحبة والقبول. وكنقول هذا الرجل أخي الفاضل، إلا تزوجتي المرة الثانية انترك ما درتي عيب وما ظلمتي وما تعديتي وما خلفتي الشرع، ولكن يا أخي الفاضل ظلمك للمرأة الثانية أو تفريطك في حق المرأة الأولى هذا هو الظلم بعينه. لابد أنك تتحمل هذه المسؤولية وتعطي لكل ذي حق حقه، وإذا لم تستطع اعتذر بالكلمة الطيبة، قول الكلمة الوديعة، ولو ما عندك المال خلي كلامك حلو. المرأة ما تحتاج من الرجل إلا العناية والرعاية، ما تحتاج منه إلا الاهتمام والتقدير، ولا يجرح كرامتها. وخا تعطيها مال قارون وتجرح الكرامة ديالها وتمنع عليها ما عندها ما تدير بهذا المال. ما تنساش يا أخي بأن عندك بنية، وهذيك البنية راه غتنشأ من الآن بعقد الله يحفظنا وإياكم. هذيك البنية غتكون حتى هو جلاد يجدد ابنته، راعي البنية ديالك والولاد ديالك، أعطيني كل ذي حق حقه وربي غادي يبارك لك وربي غادي يعاونك. أنت ما فعلتي إثم، أنت فعلتي غير الشرع، ولكن الشرع بالقواعد والأصول دياله. لله حياة، الله يحييك حياة طيبة، والله يجعل قلبك عامر بالإيمان وباليقين، وأسأل الله تعالى أن يفتح لك باب التيسير ويجمع بينك وبين زوجك على المودة والرحمة، ويجعل قلبك مليء بالفرحة والسرور. آمين يا رب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل قلوبنا مليئة بالإيمان وباليقين، واجعلنا كما نعمل للدنيا نجتهد في عمل الآخرة، واجعل حياتنا طيبة فوق هذه الأرض، واجمع النفوس والقلوب على كلمة واحدة وعلى هم واحد، واجعل صفنا جميعا صفا واحدا. نعود ونواصل مستمعي الأفاضل، ما زال معنا مكالمات كثيرة على الخط. غنمشيو الآن للبجعد مع أخينا سين ميلودي. أهلا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا سين ميلودي، يا مرحبا بك. لاباس سي محمد قريبان؟ الحمد لله سين ميلودي، معك طيبة قريبان. لاباس عندك؟ الحمد لله سين ميلودي، الله يبارك فيك. صحة على خير، تبارك الله عليك ودي سي محمد. الله كي داير بجعد، بلد الشرفاء وبلد الذاكرين. الحمد لله. يا مرحبا بك اخويا. هانيش الحمد ربي ونشكره. الله يحفظك ويطول عمرك ويزيد في الحال. اعزك الله اخويا ميلودي.
وحاج بغيت نسولك. اي اخويا مرحبا. وعندي الوليدات شويه تيمرضوا ليا ولا عندي صداع في الدار و... الله الله الله. خدامين الحمد لله وهذا حتى شي حاجه ما ما تتبان حتى شي حاجه ما تت... البركه واه اه ما شاء الله. وعندي مولا الدار تتمرض ليا تتعصب كاك تتغير تولي صداع انا وياها. ما شاء الله ما شاء الله. سي ميلودي انت مقيم في بجعد، وبجعد معروفة واحد البلدة فيها فيها الشرفاء وفيها الذاكرين في أهل القرآن. سي ميلودي كتجتهدي شوية في الصلاة وفي العبادة وفي الذكر؟ كاينين الحمد لله موجودين. أييه واش كتخلطهم كتجلس معهم في جلسة ديال الذكر مع أهل القرآن ومع أهل الذكر؟ ولا أنا بعيد شوية خارج من المدينة وعندي بحال الهواش ولا شي تنقنط وتنولي نعير ونخاصم وتنطيح نتنبكي وصارت تقطع عليا تقطعوا عليا ما تخليش نصلي. الله 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 خويا الله يحفظك الله يشافيك أخويا. وهذا كله هذا كله ان شاء الله غادي يزول باذن الله. سي ميلودي كله غادي يزول باذن الله. سعد الله والوالدين صحيبو بوك وجدك. يا ربي يا كريم. هذا المرض اللي كيصيب الوليدات وكيصيب الزوجه هذا هذا ما كيتسماش المرض، هذا كيتسمى التمريض. التمريض كيصيب الانسان كيعود نفسه مريضه مقلق متوتر صحته تهلكات. هو ماشي مريض هو غير تمريض. واللي عندك السي ميلودي كطج وكتبغي تبقى بوحدك وما تطلعش تصلي حتى هو هذا من دوك التمريض. وان شاء الله وحتى الفلوس ملي كتخدم وتتعب وتشقى وما كيكون عندك بركه حتى هو هذا عنده واحد العلاقه بهذا الجانب الروحي. ان شاء الله تعالى غدير واحد النمط في الحياه وغتحس بان ربي غيجمع الشمل ديالك وغادي يغنيك من فضله وغادي يعطيك العز والكرم. اول حاجه سي ميلودي في ما لقيتي شي جلسه ديال الذكر ديال اهل القران راه بجد عامره باهل الخير. شي جلسه ديال القران الكريم كيقراو الحزب ولا جالسين كيمدحوا النبي تخشى وسط منهم. علاش؟ لان ديك الجلسه فيها الارواح يسقي بعضها بعضا. هذوك الارواح ديال الذاكرين على الرغم من العيوب فينا كلنا عيوب الكمال لله وحده، لكن ملي كيجلسوا الناس على ذكر الله على تلاوه القران على مدح النبي صلى الله عليه وسلم تخشى وسط منهم وندير النيه. علاش؟ القلوب بعضها يسقي بعضا. هذوك الناس اللي كان قلبهم فيهم الايمان وفيهم اليقين كنستمد منهم ربي عز وجل يسقي بعضهم بعضا. وغتحس بان عندك معنويات قويه وعندك الحمد لله الاراده والعزيمه قويه. ملي غتمشي تخدم غتحس بان البركه كاينه، الرزق غادي يكون عندك. وخصوصا الى قدرت يا سي ميلودي في العمل الليله اللي عندك فيها القدره والطاعه قرا فيها سوره الواقعه. سوره الواقعه راه اللي قراها بالليل لن يمسه الفقر بالنهار. يقرا الواقعه بالليل وفي الصباح ملي فاق يقول اصبحنا واصبح الملك لله رب العالمين، يفتح يرزاق يا موسع الارزاق، ونمشي ننتيه في الارض ونتزاح مع خوتي ونمد يدي للعمل. وغتشوف بان الله تعالى غيفتح لك فتحا مبينا باذن الله. الوليدات الا كانوا مراد هكذا والمراه مريضه في البيت تاعك السي ميلودي قرا فيه القران بصوتك ولا تعذر عليك شي كاسيطه ولا سلسله ديال القران الكريم يكون عندنا في الدار. راه داك التمريض غادي يحيد غير بذكر الله. الا قدرتي وليدك حتى هما يا تجرهم معك للجامع اللي قريب منكم وعلى الاقل ديك الجلسه ديال الحزب. راه واحد الناس كيتناقشوا واش تلاوه الحزب جماعه بدعه ولا سنه، يعني هذا نقاش متجاوز. لو علموا ما فيه من بركه ولو علموا ما فيه من اسرار لتزاحموا عليه. الناس كيجتمعوا على ذكر الله لا يجتمعون على متاع الدنيا ولا على سلطانها، وإنما يجتمعون على تلاوة كتاب الله. فيما بينهم راه الصالحين الأوائل في هذا البلد ملي داروا الحزب الراتب داروا أصلا لأسباب معينة، هما كانوا واعيين بحقيقة السنة والبدعة، لكن كانوا الناس عندهم إما حروب وإما نزاعات وإما هجران لكلام الله وإما ضعف للسان العربي، فأبدعوا هذا الأمر هذا وكانوا الحمد لله به خذوا الفضل. يروى ان المرحوم الحسن الثاني طيب الله تراه شي مره كان في واحد الحوار صحفي وسولوا واحد السيد كان هو غادي مسافر غادي يخرج من المغرب وغادي يسافر لواحد البلده بعيده. سولوا الصحفي قال لي واش ما كتخافش على المغرب ملي كتسافر بعيد؟ قال لي لا ما كنخافش عليه. قال لي علاش؟ واش حتمأمن؟ عنده الحراس وعنده العساكر
وعندو رجال السلطه وعندو المخابرات حاضيه، قال لهم لا، حيت المغرب مربع، حيت المغرب مربع. هو يكون ديك الساعه الوزير رحمه الله السي العلوي احمد العلوي رحمه الله تعالى الله يرحم الجميع، جا عنده ودخل عنده القصر، قال لي سميت سيدي، كان هذا النداء اللي كيقولوا في الكلام ديالهم، قال لي سميت سيدي، قلت لذاك الصحفي بان المغرب مربع، ما فهمتاش شنو هي مربع. قال لي مادام يقرا فيه القران في كل ربع من ربعه فهو محفوظ بحفظ الله، مادام القران الكريم يتلى راه كاين الحفظ. فخويا الميلودي الا كنتي بعيد من المدينه وانت في الدوار، الجامع ديال الدوار، حاول تحرص تجلس مع الفقيه، وقع فيه القيل والقال، وقع فيه بعض العيوب ما يسهلش، جلس واسمع القران الكريم واسمع الذكر. وذاك الماء اللي كيلقى واحد الخابيه حدا حدا الفقيه في الجامع في المحراب، هذاك الماء نشربوا منه، راه ماء رقيه. هذاك الماء في اله تسجيل كيسجل كل ما يسمع، الماء اله تسجيل. وهذا بالعلم وبالخبره، لقوا بان الماء الذي يقرا فيه القران كيلقاو شي 25 ماده اضافيه تزداد فيه. هذاك الماء اللي كيكون حدا الساريه عند الفقيه في المنبر وحدا المحراب نشرب منه، لان كل ما يقرا فيه من اذكار راه كيكون ذاك الماء كيتحول الى طاقه استشفائيه. ثم في السجود ديالي ندعي الله تعالى بالرزق والبركه، وغتلقى خويا الميلودي بان حياتك غاديه وكتزيان، وغتلقى بان الرزق غادي يفيض عليك، وغتلقى وليداتك دخل الدار تلقاهم كيلعبوا وفرحانين، وغتلقى الزوجه كتلتقاك بالابتسامه، راه رحمه الله قريبه وقريبه بزاف، غير حنا كنبعدوا عليها. سي الميلودي الله يفرج عليك ويفرحك ويسعدك، راه بالجعد منطقه ديال الذاكرين وديال الصالحين. مره مره الى عندك شي وقيت في اوقات العطل السبت ولا الحد ولا كذا، ضرب الطريق شويه وقلب على مجالس الذكر وتزاحم معهم، وان شاء الله غترجع بفضل وعطاء ومدد الهي رفيع. الله يكمل لك الرجاء ويسعدك انت والوليدات، اللهم امين يا رب يا كريم. وغنتحولوا من بالجعد الى الدار البيضاء مع اخينا السي عبد الواحد. الو السلام عليكم السي عبد الواحد، الا كان ممكن اخويا نخش شويه من الراديو. الله يجازيك بخير. واخا نعم سيدي، واخا مرحبا. مرحبا سيدي، نقصوا براسي. شكرا. كبير الحمد لله. الو السي عبد الواحد، مرحبا خويا. كبير استاذ بخير. نعم سيدي. الله يبارك فيك السي عبد الواحد. لاباس؟ اكرمك الله مولاي. بخير، الله يكبر بك. الله يحفظك. شكرا شكرا. كتشرفنا كتشرفنا وبالكلام ديالك وكنفرحوا. الله يحفظك مولاي. وكنسعدوا الله يكبر بك. عزك الله. بغينا نطلبوا واحد الضيافه عندك. يا مرحبا يا خويا، يا مرحبا. وفي الدار عندك ان شاء الله. اهلا والف سهلا. الا رحبتي بينا. اهلا والف سهلا. راه الضيف ملي كيدخل الدار عندك صحاب مول الدار اللي كيخسر الفلوس. راه ذاك الضيف ملي كيجي كتجي البركه ديال الله معاه. الحمد ولا كان في الدار شي عكس ولا شي نحس كيتبطل بقدوم ديال الضيف. ان شاء الله والله العظيم الا متشوقين ليك. يا مرحبا. معاك ونشوف وجهك. الله يكرمك يا مولاي. انا نزوق فيك الى ما كبر بينا، وراك عزيز علينا بزاف، وكنفرحوا الكلام ديالك، وراه واحد العدد ديال الحوايج كنتشبتوا بهم من الكلام ديالك. الله يعزك يا مولاي، الله يعرف فيك النية والنية كيربح. الله يحفظك اخويا. الله يكبر فيك. يا مرحبا خويا عبد الواحد. عندي مع الزوجه ديالي كاينين شي عديان دخلوا بيناتنا. اييه. وحنا معاشرين هذه 33 عام. تبارك الله. وفيها اختي، فيها امي، فيها جميع الحوايج، جاب الله الرزق معاها والخير الحمد لله. تبارك الله تبارك الله. وما نقولش لك، انت مول الخير وربي اللي كيعطي الخير. تبارك الله. ودابا وقع لنا شي نزاع ومتشبت باش تشوف باش تشوفك وباش نشوفك. مرحبا خويا، مرحبا خويا عبد الواحد. ويني بغيت فين غنشوفك وغنجي عندك باش نبرك معاك الا كان الا كان ممكن الا كانت شي ضيافه عندك. اييه مرحبا خويا على الراس والعين. مرحبا سي عبد الواحد. انا غناخذ التليفون ديالك سي عبد الواحد. ربما نتصل بك هاتفيا او نجي عندي المقر الاذاعه ومن تما نمشوا للبيت باذن الله. يا مرحبا ويا الف سهلا وسهلا. نعم انقطع الخط.
مع دراسة عبد الواحد. فكنقول لك يا مرحبا بك، اهلا وسهلا في كل وقت وحين، والبيت مفتوح ليك والقلب مفتوح ليك، والله يفرج عليك. انت بديتي بداية طيبة، قلتي بان هاد الزوجة دوزتي معها سنوات طوال. هذا الرقم لسي عبد الواحد، نعم انا غنكتبو 0661، نعم في الاخر في 90، نعم اهو سي عبد الواحد، غنتصل بك باذن الله ونلتقيو في القريب العاجل. سيدي عبد الواحد اهلا وسهلا. اذا في الاخر 48 90، نعم ان شاء الله نتلاقاو وغيكون كل خير. انت بديتي بداية طيبة، قلتي بان هاد الزوجة 33 سنة ديال الزواج وشتي معها الخير، انت مصباق الخير وما ديدك الخير ما غتلقى الا الخير. غير واحد الحالة كيف تكلمنا على سنة اولى زواج كيكون فيها القلق والتوتر، كذلك الزواج ملي كيطول بزاف كيعود بعض مرات الانسان كيعود شوية معصب لأسباب معينة وكيبغي يتصاب وكيبغي يتخاصم على أتفه الأشباب. إن شاء الله كل مشكلة إلا ولا حل. الله يفرج عليك وعلينا وعلى جميع المسلمين يا رب يا كريم. وكنبغي نقول بأن الحمد لله رغم كل ما سمعنا من مشاكل ومن هموم ما نخافوش، حتى شي راه بسيط، راه رحمة الله كبيرة وفضله واسع والسعادة قريبة منا بزاف. إن شاء الله نديروا واحد الدعوة ديال الخير وغنحيدوا كل مانعين ونجلب كل خير، والسعادة غتعم على الجميع في بيوتنا وفي قلوبنا وفي حاراتنا وفي شوارعنا وفي مجتمعنا وفي بلدنا وفي كل بلاد الله الواسعة. أهل السعادة طيبين. حباب الله، تعالوا بنا في ختام هذه الحلقة نتجمع بقلوبنا على قلب رجل واحد ونرفع أكف الضراعة إلى الباري خالقنا، إنه الآن معنا يرانا ويسمعنا وهو أقرب إلينا من حبل الوريد، إذا دعوناه استجاب لنا وهو ذو الفضل العظيم. تعالوا بنا نقول الحمد لله، الحمد لله رب العالمين الذي لا يحمد على مكروه سواه، الحمد لله كاشف الغم ومنفس الكرب مجيب دعوة المضطر إذا دعاه، الحمد لله نحمده تعالى على المحبوب وعلى المكروه، ونشكره سبحانه على نعمه الجليلة وأفضاله الجميلة. يا الله يا الله، آمنا بالمقدر وبالمكتوب، كل من عند ربنا، اللهم لك الرضا لا نهلك، وهو سبحانه رجاؤنا، لا إله إلا هو العلي العظيم، لا إله إلا هو رب العرش العظيم، سبحانه سبحانه ما أعظم شانه، توكلنا عليك يا حي يا قيوم، الحي الذي لا يموت، الحي الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. الله أكبر الله أكبر. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم إنك تعلم حالنا وتعلم أحوالنا وتعلم ظروفنا، وأنت خالقنا وأنت القادر على كل شيء. اللهم بدل حالنا من حال إلى أحسن حال، اللهم غير حالنا من حال إلى أحسن حال. اللهم كل من كان منا مريضا وسقيما وعليلا، يا رب أنت الطبيب وأنت المعالج، أنت الذي أمرتنا وأنت القادر على أن تشفينا، أمرك بين الكاف والنون، إذا قضيت أمرا إنما تقول له كن فيكون. اللهم ارزقنا قوة البصر وقوة السمع وقوة التفكير، وارزقنا اللهم يا رب سلامة الجوارح من كل داء وسقم. اللهم طهر قلوبنا وطهر أجسامنا، بدل دمنا بدم خيرا منه، وبدلنا عظما خيرا من عظمنا، ولحما خيرا من لحمنا، وجلدا خيرا من جلدنا، وعصبا خيرا من عصبنا. اللهم ارزقنا قوة الروح
وقوة البدن يا رب يا كريم. اللهم شافنا من كل داء ومن كل سقم. رب الناس أذهب الباس، رب الناس أذهب الباس، اشفي أنت الشافي، اشفي أنت الشافي، اشفي أنت الشافي. لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما ولا يبقي ألما. اللهم قلت وقولك الحق، وإذا مرضت فهو يشفين. شافنا يا رب العالمين من كل داء وسقم. اللهم يا كريم يا رب العالمين، اللهم أدم المودة والرحمة بين الأزواج والزوجات. يا رب إنك تعلم أن الكثير من الزوجات والأزواج هم في صراع وهم في نكد وهم في تعب. يا رب العالمين لا يخفى عليك شيء من أمرهم. اللهم اجعل بين كل زوج وزوجة المودة والرحمة. اللهم ألف بين القلوب، اللهم اصلح النفوس، اللهم اجمعها على المودة واجمعها على المحبة واجمعها على الرضا. يا رب طهر قلوب الأزواج والزوجات من العناد والكبرياء والكراهية والمن والعجب بالنفس. اللهم ارزقنا وإياهم المودة والرحمة يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم بناتنا العازبات وأخواتنا العازبات، اللهم يا رب عجل لهن بالفرج، ارفع عنهن كل مانع، ارفع عنهن كل مانع. يا رب يا كريم يا ودود يا رحيم، ابعث لكل منهن الزوج الصالح وارزقها منه الذرية الطيبة وارزقها العائلة الكريمة. يا رحمن يا رحيم عجل بالفرج، عجل بالفرج يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كل من كان منا فقير أو كان مدين أو كان محتاج إلى المال، يا رب أنت الغني وأنت خزائنك ملأ لا تنفد. سبحانك سبحانك يا جواد، جود علينا برزقك الحلال وابعد عنا الحرام. اللهم باعد بيننا وبين الحرام وارزقنا رزقا حلالا طيبا. يا رب يا كريم اغدق علينا من الخير والبركات واغننا بفضلك عمن سواك يا حنان يا منان. اللهم أولادنا وبناتنا يا رب تولهم بالعناية وتولهم بالرعاية وأنبتهم نباتا حسنا وأعينهم على دراساتهم واجعلهم من المتفوقين واحفظهم من أصدقاء السوء، احفظهم من الانحراف، واحفظهم يا رب يا كريم من كل سوء بفضلك وجودك يا أكرم الأكرمين. سبحانك سبحانك ما أعظم شانك. اللهم أنت حسبنا، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبي الرب من العباد، حسبي الخالق من المخلوقين، حسبي الرازق من المرزوقين، حسبي الذي هو حسبه، حسبي الله الذي لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يا الله يا خالقنا يا رازقنا يا بارئنا يا مولانا، يا رب كنت وتكون حيا لا تموت، تنام العيون وتنكدر النجوم، وأنت حي قيوم لا تأخذك سنة ولا نوم. سبحانك سبحانك يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك باسمك الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، ونسألك اللهم باسمك العظيم الذي ملأت عظمته السماوات والأراضين، ونسألك اللهم يا رب بنور وجهك الذي عنت له الوجوه وخشعت له الأصوات ووجدت له القلوب، اللهم فرج همومنا، اللهم فرج همومنا، اللهم نفس كروبنا، اللهم حقق رجاءنا. يا رب كل من عنده حاجة في قلبه أنت أعلم بها. اللهم عجل لنا ولهم بالفرج، اللهم عجل لنا جميعا بالفرج يا ذا الرحمة الواسعة، يا مطلعا على السرائر والضمائر، يا خبيرا بالهواجس والخواطر. سبحانك لا يعزب عنك شيء. اللهم ارزقنا يا رب فيضة من فيضان فضلك، وارزقنا قبضة من نور سلطانك، وارزقنا أنسا وفرجا من بحر كرمك. أنت بيدك الأمر كله ومقاليد كل شيء بيدك. هب لنا يا رب من الخيرات وارزقنا يا واسع الكرم يا كثير الجود يا حسن الشيم، ارزقنا من الخير والبركات، فنحن ببابك واقفون ولجودك الواسع المعروف منتظرون.
يا أكرم الأكرمين، اللهم احفظ بلادنا هذا وسائر بلاد المسلمين، اللهم ارزقنا الأمن والأمان، اللهم ارزقنا السلامة والاستقرار، اللهم رخص أسعارنا، اللهم كتر أرزاقنا، اللهم احفظ بلادنا، اللهم سلطاننا أمير المؤمنين سلطاننا المحبوب محمد السادس، اللهم وفقه للخير وأعينه عليه، اللهم احفظه في السفر واحفظه في الحضر واحفظه في كل وقت وحين، اللهم أعده إلى بلده سالما غانما، شافه وعافه وأطل عمره واقضي الخير عيديه، اللهم كل رجالات هذا البلد اللهم وفقهم للخير، اللهم ألهمهم الصواب والرشاد، اللهم اجعلهم جميعا على قلب رجل واحد يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة، اللهم ارزقنا جميعا حسن الخاتمة، اجعل آخر أنفاسنا من الدنيا، لا إله إلا الله محمد رسول الله، عليها نحيا وعليها نموت وعليها نلقى الله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.